محاضرة دلوقتي هنبدأها اسمها Management of Arrhythmias in the ER. بمعنى ايه؟ كلمت خلاص جاي؟ فاحنا خلاص مش مشكلة مش مشكلة خلاص قاضي اي طيب ف Management of Arrhythmias in the ER ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. تمام؟ عشان نبقى واضحين احنا هنتكلم في السكوب بتاع الاريزميز في الاي ار، فمش هتكلم على اللونج تيرم مانجمنت، مش هتكلم على البيرمننت بيس ميكر بقى اركبه امتى ومش امتى والديسيجنز اللي نقعد ناخدها، لان ده موضوع يطول الشرح فيه ايضا هيفرد مننا الموضوع جامد. يعني هيك ده انا اقول لك الانديكيشنز اوف بيرمننت بيس ميكر، انديكيشنز اوف اي سي دي، طب امتى اعمل اي بي ستاديز، الحاجات دي يعني محتاجه محاضره طويله جدا. احنا تركيزنا النهارده في الاستقبال، انا واقف في الاستقبال جات لي حاله اريزميا اعمل معاها ايه، وبعدين هحجزه هروحه، بس الخلاصه ان انا عرفت اخلي العيان ده انقذه وهعديه من الكريتيكال سيتويشن اللي هو فيه، وانا شايف ان ده اهم، عشان كده دي محاضره اسمها ان ذا اي ار. فالاي ال اوز بتاعتي افرق انواع الاي ار اريزميز المختلفه سواء تاكي او برادي، اعمل ريسك ستراتيفيكيشن صح، اعرف اخد ديسيجن على الابروبريت لاين اوف تريتمنت لكل نوع من الاريزميا. طيب الاريزمياس في الاي ار عندي نوعين من الاريزمياس، تاكي اريزمياس وبرادي اريزمياس. هنبدا بالجزء الشيق اللي احنا بنحبه اللي هو ايه؟ اكيد التاكي شيق يعني من اسمه حتى يعني. تمام؟ تاكي اريزمياس، ايه انواع التاكي اريزمياس اللي نعرفها؟ كتير. سوبرا ورابد اي اف، هنقول التقسيمه اللي هي بتاعت رايد ونارو. سوبرا فنتريكلر تاكي كارديا، رابد اي اف، طبعا كانت رابد اي اف مش الاسم الصح، هو الاسم الصح اي اف ويز رابد فنتريكلر ريت، لان هي الرابد مال اي اف رابد مال اتر ريت رابد. كلمه رابد اي اف وسلو اف، بس صراحه كلنا بنقول ايه؟ رابد اي اف سلو اف، بس الاصح لو انت مثلا بتبرزنت حاله في مؤتمر او في مرور مثلا وحد من الستاف صح تقول ايه؟ اتر فيبريليشن ويز رابد فنتريكلر ريت. لكن رابد اي اف دي بينا ببعض كده نقولها. اتر فلتر في تي، وطبعا بلاش كلمه في تاك، يعني خليها ايه؟ في تي. اشيك كده في تاك دي يعني انا ساعات انا غصب عني بقولها، بس الاسم الصح عشان اشيك ايه؟ في تي. في تاك دي شغل سنه خمسه بقى وفاهم. ساينس تاكي كارديا من المصطلح من الاريزمز اللي بشوفها، ما ده اريزميا بس في الاغلب تبقى ليها سكندري الحاجه يعني. في تقسيمه حلوه جدا اعتقد دي اللي كنا نمشي عليها اللي هي ايه؟ اللابتوب بطيء قوي معرفش فيه. في تقسيمه اللي هي اي تاكي كارديا بقسمها لنوع من اثنين، نارو كومبلكس تاكي كارديا وايد كومبلكس. وايد كومبلكس يعني اكتر من كام؟ 3 مربعات صغيره اللي هي 120 ملي سكند، يعني اكتر 120 سكند ده اسمه وايد كومبلكس، اقل من 120 اسمه نارو كومبلكس تاكي كارديا. تمام؟ كل واحده منهم هقسمها لي ريجلر والريجلر، فيبقى عندي ريجلر نارو كومبلكس، الريجلر نارو كومبلكس، ريجلر وايد كومبلكس، الريجلر وايد كومبلكس. اوكي؟ الريجلر نارو كومبلكس زي ايه؟ ريجلر سوري مش يعني ريجلر نارو كومبلكس زي اس في تي، ساينس تاكي كارديا، اترال فلتر بفيكس ديت كوندكشن اللي يقول لك فلتر 2 تو 1 فلتر 3 تو 1 فالريت سايب ريجلر. الريجلر زي ايه؟ اشهرهم الاي اف طبعا، اي اف وزابد فنتريكلر ريت. الفلتر ممكن تبقى الريجلر لو في فاريبل ريت اوف كوندكشن، يعني مره تبقى 2 تو 1 بعديها 1 تو 1 بعديها 3 تو 1 فتلاقي فلتر هي فلتر فلتر صريحه سو توس ابيرنس واضحه بس الريجلر كوندكشن. وحاجه اسمها مالتي فوكال اتر تاكي كارديا ممكن تكون شفتوها مع بعض في الكوسات التشست بالذات، التشست دول اكتر ناس يشوفوا المالتي فوكال لانها بتحصل دايما عاملين سي او بي دي. اوكي؟ فده المالتي فوكال. ف وايد كومبلكس تاكي كارديا، ازيك يا دكتور عارف؟ عامل ايه؟ وايد كومبلكس تاكي كارديا بنقسمها لنوعين، ريجلر وايد كومبلكس وير ريجلر وايد كومبلكس. هي دي مش الزماله. انت عارف كده ولا؟ لا احنا المفروض هنقدم برزنتيشنز هنا؟ الساعة كام؟ هتوصل 10 يا سلام. دكتور عمرو عادل؟ بالظبط دكتور وليد سلام دكتور عمرو. مش نعرف ده دلوقتي هتبتدوا يعني؟ لما الناس تيجي احنا جاهزين بس لما طيب ماشي ماشي اوكي. خلاص خلينا نكملين لغايه ما يجوا ايه يقولوا لنا. وايد كومبلكس تاكيكارديا، ريجلر وايد كومبلكس وير ريجلر وايد كومبلكس. فالريجلر زي الفي تي، اس في تي ويز ابارنسي والانتي درومك اي في ار تي. الريجلر وايد كومبلكس زي بري اكسايتد اي اف، اي اف ويز ابيرنسي و بوليمورفيك في تي. الاس في تي طبعا فيها ثلاث انواع اللي هم تقعد الناس تقعد توجع دماغكم بيها، او في ان ار تي، اي في ار تي اللي هي افري انترنت تاكي كارديا، اتريال تاكي كارديا. الخلاصه في الاخر ده يفرق معايا في الاستقبال في حاجه؟ ما يفرقش معايا في الاستقبال في حاجه. تمام؟ اللي يفرق معايا ان اعرف ان دي اس في تي، وطلع انها ريجلر نارو كومبلكس
ممكن البي ويفز تبقى absent لو الاتريال والفنتريكولار اكتيفيشن حصلوا في نفس الوقت، او ممكن تبقى الريتروجريد تيجي يدوبك بعد الكومبلكس، او تيجي بعديها بشويه يعني لازقه في الكومبلكس، او تيجي بعديها بفاصل بس شورت انترفال، او تيجي متاخره قوي يعني الكومبلكس لونج انترفال، او تيجي انتي جريد قبلها قبل الكومبلكس. الخلاصه في الاخر ان المنظر اي منظر من ده شفته هقول على ده ان ده اس في تي. مش هيفرق ان انا افرق دي اي في ان ار تي دي اي في ار تي ديت اترا تاكيكارديا، لان في النهايه المانجمنت هيكون واحد. فده مثلا منظر اس جي لو شفته، المنظر ده ايه؟ ريجولر نارو كومبلكس تاكيكارديا، تمام؟ فين البي ويفز؟ هل حد شايف بي ويف بتاعت ساينس ريدم بتاعت ساينس تاكيكارديا؟ شايف بس ان في بيهات جايه بعد الكومبلكس، شايفين الخطوط دي جايه بعد الكومبلكس باينه برده هنا، شايفين التنتوفه الصغيره دي وهنا دي ريتروجريد بي ويف، نتيجه ان المكان الاساسي للتاكيكارديا جوه او وذين الايفينود او سراوندنج الايفينود بيبعت انتي جريد ستيميليشن للفنتريكل وريتروجريد للاتريوم. هتلاقي في ده منظر بسميها الريتروجريد تبقى يعني لازقه هنا في الكومبلكس دي اس في تي. فالمنظر ده لو شوف ده اس في تي، دي ريتروجريد بي ويف مش ساينس، لانها جايه بعد الكومبلكس وجايه يعني معكوسه. يعني الطبيعي ان البي ويف تبقى بوزيتيف في الانفيريور ليدز نيجاتيف في اي في ار، لا هنا طالعه نيجاتيف في الانفيريور ليدز وبوزيتيف في اي في ار. ده بيسموها السودو ار والسودو اس، اللي هو يقول لك لازقه في الكومبلكس لدرجه ان يتهيئ لك انها جزء من الكومبلكس، تمام؟ المنظر ده برده نفس الكلام، فين البي ويفز هنا؟ ايه دي؟ ده دي البي ويف، بص جايه متاخره يعني جايه بعد الكومبلكس متاخره سنه عنها بسيطه، بس نيجاتيف في الانفيريور ليدز بوزيتيف في اي في ار بوزيتيف في في 1 في 1 بيبقى باي فيزيك او ساعات بيبقى نيجاتيف. ده ريتروجريد بي ويفز دي اس في تي. لا ما ده مش منظر تي ويف، تي ويف اهي دي تي ويف، ايه دي الديفيشن نازل تحت ده والتحتها تي ويف مش باينه، ممكن تتلخبط فيها. هنا تي ويف اهي الانفيرتد ويف اهي دي، ايه الهامب الصغير اللي عليها دي؟ في ويف راكبه فوق التي ويف، هامب راكبه فوق التي ويف. لا في البدايه وانت بيجنر هتلخبطي منها، لغايه ما بعد شويه هتلاقي نفسك انك بدات تتميزي ان ده بي ويف راكبه. يعني بص هنا تي ويف، في دي تي ويف، ايه في كده هامب صغيره هنا شايفينها؟ شايفين دي الهامب دي ايه؟ ما ده مش اهو، بص شايفينها هنا، تحس ان في كده زي كانك جيت تي ويف كده رحت مشددها من هنا، دي عباره عن بي راكبه فوق التي ويف. يبقى دي في الاغلب ريتروجريد بي ويف جت بعد الكومبلكس على طول، فده شور مش ساينس تاكيكارديا، دي اس في تي. زي ما اتفقنا مش هقعد افرق في ميكانيزمز ولونج ار بي وشورت ار بي تاكيكارديا، مش وقته. هندخل على طول العين ده تمنجه ازاي؟ هيمودايناميكلي انستابل بي سي على طول، مفيهاش كلام. طبعا يقول لك انك ممكن في الهيمودايناميك انستابل تبتدي بالفيجن مانوفرز، لكن صراحه كلنا على طول بنبتدي بالدي سي شوك. طبعا سينكرونايز لازم يكون سينكرونايز عشان خاطر ما ينفعش ادي دي سي شوك هو مش سينكرونايز عشان ما يحصلش ار اون تي فينومينا، تمام؟ و بدي طبعا في ناس يقول لك نبتدي ب 200 جول على طول، في بعض الناس يقول لك لا انا ممكن ابدا ب 100 ابدا ب 150. انا صراحه ببدا على طول ب 200 جول لان الاثنين العيان هيتلسع وهيلعن سلسفيلك، ففي الاخر يعني الايه تاخد دي سيديشن طبعا، بس يعني ساعات برضه العيان بيحس، ساعات يبقى نام ويشخر وتيجي قامت الساعه ويروح مصوت وشتمك ومش عارف ايه. فالنقطه ان في الاخر الشوك واحده، في ناس يقول لك ابدا ب 100 هتبقى اقل شويه في البين. صراحه اللسعة لسعة، هي لسعة، انت لو لسعت الكهرباء وانت حاطط ايدك جنب الفيشة كانت لسعت بتلاقي نفسك اتخضيت، تمام؟ لو هيمودايناميك ستيبل طبعا وش هبتدي بالفيجال مانوفرز. ايه هي الفيجال مانوفرز؟ اشهر حاجة كاروتيد ساينس مساج، اخلي العين ينام وطبعا اعمل يوني لاترال، مفيش حد بيعمل باي لاترال كاروتيد ساينس عشان ما يجيش كاروتيد ساينس سينكوب، واعمل كاروتيد ساينس مساج. ومن الحاجات دي على فكرة من الحاجات اللي يفضل اعلمها للعيان بتاعي لما اشوفه، ان اقول له لما تجيلك في البيت تعمل ايه؟ ينام كده ويعمل كورساينس. طبعا لو اولد ايج الصح انك تسمع تتاكد ان مفيش كاروتيد بيرو. في طرق تانية يعني المفروض نعلمها للعيانين، ان انفخ في ايه سرنجه مقفوله او انفخ في ازازه، لان لما بينفخ كانه بيعمل فالزلف. دي من الحاجات اللي على فكره بره كانوا يعلموها له كتير جدا، يقول لك ان نعلمه الفيجن مانوفر عشان خاطر ايه تترمينيت الاس بي تي. في طريقه تانية انك تقول للعيان دي بقى طريقه الفالزلف، اقفل مناخيرك كده واحزق كانك في الحمام، ده فالزلف مانوفر. اوقات كتير بالترمينيت، وساعات تقول للعيان ان انت ايه اعمل الاثنين مع بعض. طبعا في طرق ثانيه للفيجن مانوفرز محدش بيعملها، يقول لك اميرشن ان كولد ووتر، ان انت تقول له هات طبق كده فيه ثلج او ميه ساقعه وحط وشك فيه. انت لو قلت له عن هيضحك يعني ايه يا دكتور؟ ايه ده؟ وفي طريقه ثانيه يقول لك انك نعمل كده ايه نقعد نضغط له على عينيه، طبعا دي حاجه ما تتعملش، ده فيجل، ده يعمل فيجل سيميليشن، بس محدش يقعد يقول عن ايه العب كله على عينه كده، وكل واحد بقى اللي هيعمل كده واللي هيروح دايس على عين المريض. فطبعا الحركات دي ما تعلمهاش العيان، تعلم العيان يا اما كاروتيد ساينس مساج فظا. وانا صراحه في السباك كنت بعمل ايه؟ كنت اقول له مثلا انا هحضر ايزوبتن وكاس، اقول له ايه
احزق يا بابا وفي نفس الوقت اعمل له كاروتيف مساج. ساعات بتفرق ان الاثنين مع بعض بيعملوا فيجل ستيميليشن قوي. طيب لا الفيجل مانوفرز فشلت الجا لايه؟ نمبر 1 الصح ادينوزين مش افيلبل عندنا في الدمرداش، بس انا بقول لكم الصح ايه. الصح ان هو 6 مللي جرام ببدا بيها، هو فيري شورت تي هاف، لو ما استجبناش خلال 2 مينتس بدخل على ادي 12 مللي جرام وممكن يحق لي ان اكررها مره ثانيه. طبعا نخلي بالنا ان الادينوزين فيري شورت هاف لايف، هتصل 30 ثانيه، فلازم يبقى يفضل يبقى بجاجلر كانيولا مش بريفرال كانيولا كده في اسمه ايه ده في الفور ار، وتدي وراها فلاش سلاين قوي جدا عشان تضمن ان يوصل الهارت ويعمل الايفكت بتاعه، والا مش هيشتغل. اكسترنال لا مش سنترال لاين، لا ايوه عشان هو فيري شورت هاف 30 ثانيه تقريبا، فانت عايز يوصل بسرعه لان مش عشان عقبال ما يوصل الهارت يكون الهاف لايف بتاعته خلصت. فالادينوزين بتيجي ب 6 مللي جرام، مفيش ريسبونس بين 2 مينتس، 2 مينتس مفيش ريسبونس، خلاص ادي اللي بعديه لغايه 3 جرعات. ده الادينوزين. طب ما عنديش ادينوزين، وده الواقع بقى بتاع الدمرداش، ما عنديش ادينوزين، عندي حاجتين، يا اما ادي ايزوبتين اللي هو الفرابامين 5 مللي جرام اوفر 1 تو 2 مينتس، وطبعا ما فيش حاجه اسمها على مدار 10 دقائق ودي سنتي في الدقيقه، لا ما فيش حاجه اسمها كده، كنا زمان اتقال لنا كده، بس الواقع لا، زيله سلولي، مش هديه له شوت مره واحده كاني بدي حقنه فيتامين، لا انا هديها له سلولي على مدار دقيقه مثلا، انا بعملها دقيقه وعارف ما بعملش حركه دي سنتي سنتي، لا امشي بريد بطيء، سهل ان انت تعرف تحجب ايدك، امشي بطيء سلولي كده في خلال دقيقه تكون خلصت. فبلاش كلمه ايه ايزوبتين على مدار 10 دقائق، ليه ما عندكش وقت يا حبيبي؟ انت عندك عينين تانيين مستنيينك. دقيقه ده كويس، لكن مش شوت مره واحده ومش على مدار 10 دقائق. ممكن ادي سكند دوز 15 مللي جرام لو بعد 10 15 دقيقه ما فيش ريسبونس. الاندرال اللي هو البروبرانولول 1 مللي جرام على مدار دقيقه او دقيقتين برده، ممكن اعمل له ريبيتيشن بعد 5 دقائق اب تو ان انا اديله 5 مللي جرام يعني 5 امبولات. طبعا لا انا صراحه الواقع بعد مرتين يعني ممكن ايزوبتين جربته مره ما نفعش، جربته مره ثانيه ما نفعش، خلاص الجا لايه؟ دي سي. ما تلجاش ما تقعدش بقى تيجي مره ثالثه، خلاص يعني هو مرتين ما استجابش خلاص يبقى ده مش هيستجيب غير بالدي سي. تمام؟ طبعا لو كل فارماكولوجيكال ميجرز فيلد زي ما اتفقنا هيكون سنكرونايز شوك. في ناس تقول لك ستارت ب 100 جول اب تو 200 جول لو باي فيزيك او 360 لو مونوفيزيك. معظم الاجهزه دلوقتي بقت باي فيزيك. باي فيزيك بيبقى مور سكسسفول طبعا المونوفيزيك لانه بيدي شوك من تو سايدز. باي فيزيك ومونوفيزيك دي حاجه ليها علاقه بالجهاز، ما بتكلمش على التكنيك، مش في حاجه اسمها انترو لاترال وانترو بوستيريور، الافضل طبعا تدي انترو بوستيريور ان انت تنيمه لاترال وتحط واحد من قدام واحد من ورا كانك بتحزمه كده من الجنبين، لكن باي فيزيك ومونوفيزيك دي حاجه ليها علاقه بالميكانكس بتاعت او بالالكتريسيتي بتاعت الجهاز. طبعا انترو بوستيريور افضل، الانترو لاترال اقل في السكسس، ولكن في بعض السيتويشن مش هينفع، يعني عيانين اللي هم الفي اف عيان بيبقى الريست هتقول نيمه لي على جنبه الشمال عشان خاطر ادي له انترو بوستيريور او لا طبعا انترو لاترال، لكن انتروبوسيف حالات الالكتيف اس بي تي اي اف نايم على جنبه الشمال وحط مخده هنا مخده هنا ويلا ندي سيديشن وندي انا عندي وقت يسمح لي ان انا احطه في اللاترال بوزيشن. فرضنا انها مش مستجيبه اعمل ايه؟ ليه اس بي تي افضل اديله كارد دي سي وما يستجبش؟ بتحصل في حالات ريفراكتري شويه بالذات في حالات الاتر اتاكي كارد، انك ممكن تدي دي سي ودي حصلت معايا تدي دي سي تدي دي سي تلاقي ايه العين ما بيستجبش، ساعتها بتعمل ايه؟ most probably دي اتر اتاكي كارديا، وساعات بتلاقي عليها انسيسنت انها ما بتفكش، في انواع من الاتر اتاكي كارديا ما بتفكش على فكره بيسموها انسيسنت، دي اللي بتعمل لهم اللي عنده بيجي له حاجه اسمها تاكي كارديا انديوست كارديومايوباثي. تمام؟ فده اعمل ايه ساعتها؟ ممكن تجرب انك تعمل فارماكولوجيكال كارديولوجي سي سي يو، انك تدي اميودارون يعني تدي ثلاث امبولات كوردارون على 100 سنتي جلوكوز، وخلي بالك الكوردارون ما بيتحللش على سلاين بيتحلل على جلوكوز 5%، ده حاجه فارما شغل الفارماسيوتكس هم اللي كانوا بتوع الفارما اللي يقولوا لنا عليه فارما اللي هم الصيدله مش قصدي قسم الفارما بيقول لك ما تحطش كوردارون على سلاين، فتعمل تحط ثلاث امبولات كوردارون اللي هو البرايمنج اللي بيخلص نص ساعه وروح ادي دي سي. دي انا جربتها مره عيانه اربعه دي سي شوك ان هو بيدوها انا مش عارف تمام، وكانت عيانه جايه تعمل ابليش فاكر ساعتها ولا ست نزل يعني كانت تقول لها ايه طب سيبوها كده لغايه ما ندخل بيها الاسرار، لا الست كانت ديزي وكانت ضغطها اوتي فكان لازم انك تترمينيت لغايه ما ندخل اللاب، فاكر ساعتها ندي كوردارون وندي دي سي شوك فكت بيها ساعتها، ان الكوردارون من حاجات الانتي اريزمكس القويه اللي بتبرولونج ريفراكتوري بيريد فتوقف لك، فكوردارون ادينا دي سي فكت بعد ما خدت اربعه دي شوك ما بتفكش، فده وارد يحصل. او في بعض الاوقات بقى ما بتفكش خالص، ده انسيسنت خلاص قدرها ان الست دي انسيسنت، الست دي تديها ريت كنترول مجرد بس انك تبلوك الاي في نود عشان تقلل الهارت ريت فالسيمتومز تتحسن والايفكت على الهارت، وطبعا ملهاش حل طالما هي انسيسنت غير ابليشن اي بي ستادي اند ابليشن، دي ملهاش حل غير ان دي لازم تعمل ستادي ونيكو الفوكس اللي عامله الانسيسنت اتر تاكيكارد. فدي مواقف مش كتير هتشوفها ولكن نوت انكوم ان انا اشوف انسيسنت تاكيكارد ما بتفكش بالابليشن.
دي سي شخص. يعني انا هعمل الكنترول بعد ما يكون لا خلاص يعني انا بتكلم ما بكلمش معاها هي لو شوكد هنفضل نحاول معاها لكن لو مش شوكد في نعمل شوكد هو عندها ايتر تيكارد 340 مش راضي يترك خلاص ريك كنترول ما في حاجه اسمها انسيسن ودي نديها اقرب فاقرب فرصه تاخد بعد ستادي اند ابليش معلش انت بتحاول بالاوريدي مش احنا كنا بنقول مثلا لا انا بتكلم انك عايز تيرمينيت في فرق انا عايز تيرمينيت وفرق ان انا هسيبها كده بس هكنترول الهارت ريت كنترول بي ده اورال بقى اورال بقى خلاص مش اي في انا هنا هعمل كنترول باورال ميديكيشنز انها تمشي على كونكور تمشي على ايزوبتين تمشي على التيازيم الحاجات دي فده بالنسبه للاس في تي في مشكله في الاس في تي ندخل في الاي اف اي اف وزابت فنتريكولار ريت انا بعرفها ازاي الريجولار الريجولاريتي مع ابسنس اوف بيرسيستنت بي ويف وبالمناسبه هو الاتريال ريت في الاي اف تقريبا بيبقى قد ايه ده 250 400 600 مناسب الفلاتر هو للاتريت بيبقى في الاغلب 300 عشان كده يقول لك الفلاتر 2 تو 1 تلاقي الريت في الاغلب 150 بيت بير مينت من الحاجات اللي تسجست فلاتر ان ريت 150 بالظبط مش شرط بس تسجست الاي اف الاتريت بيبقى عالي جدا من 400 ل 600 بيت بير مينت فالايف نو بتبقى عامله بلوك لكم رهيب من الاتريال الايه امبلس الفلاتر ده بيبقى ريجولر في الاغلب بيبقى 150 2 تو 1 ممكن يبقى الريجولر لو كان الاي في كوندكشن فاريبل اللي هو ساعات تلاقي مره 2 تو 1 مره 3 تو 1 مره 1 تو 1 اغلبيه الفلاتر بيبقى ريجولر اللي هو 2 تو 1 في الاغلب وطبعا بشوف فيه المنظر الفلاتر ويفز السوتوس ده الكلاسيك مش شرط اشوفها في كل العيانين في عيانين بيبقى تفرق الفلاتر صعب وتلاقي مثلا اقول لك ايه ده فلاتر انت تبقى من جنب فلاتر ازاي انا مش شايف سوتوس ابي بس مش كلهم بيبان فيه لو سمحتوا مفيش حاجه اسمها فايبريلو فلاتر ليه لان كان بيضحك علينا احنا النواب تلاقي اي سي جي المنظر ده تقول ايه ده انا شايف هنا مثلا منظر بتاع اي اف بس شايف هنا فلاتر ويفز يقول لك ايه اكتب لهم في الاي سي جي كومنت فايبريلو فلاتر مفيش حاجه اسمها فايبريلو فلاتر الفيبريشن ميكانيزم والفلاتر ميكانيزم ثانيه خالص مش اسمها فايبريلو فلاتر امال ده ايه ده اي اف ودي كورس فايبريلاتوري ويفز عرفت منين اولا الفلاتر ويفز عشان تبقى فلاتر لازم يبقى نفس المورفولوجي ويبقى الانترفلز ريجولر ده مش نفس المورفولوجي المورفولوجي فيه اختلاف بسيط بيحصل فيه ولو قست بالمسطره هتلاقي البي بي انترفال مختلفه شويه حاجه بسيطه عشان كده كانت بتلخبط دايما زمان في كده لكن لو بصيتي مفيش اي فلاتر ويفز هنا هي مش باينه غير في في 1 في في 1 دي اسمها كورس في حاجه اسمها كورس في بريلاتر ويفز وفاين في بريلاتر ويفز الكورس دي بشوفها اكتر في اليونج اليونج دايما هم اللي جنوا في بريليش تلاقي الويفز مكلكعه وكبيره الفاين اي اف اللي هي في الناس الكبار في السن تلاقي الويفز اللي هي الشخابيط الخفيفه قوي دي ده مثلا المنظر ده بقى ده فلاتر ولا اي اف لا ده سوتوس ابييرنس هينطق سوتوس ابير اهو بصوا ماشيه كده دن 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 نفس المورفولوجي والانترفال ثابته ده فلاتر واضحه ري انترنت سيركت جوه الاي ده اي اف ده اللي ما اشوفه اي اف كنا زمان نقول فايبريلو فلاتر اكتشفنا بعد كده لما قرينا بقى لا مفيش حاجه اسمها فايبريلو فلاتر الريت كمان لا احنا قلنا الفلاتر الفنتريكولار ريت ممكن يبقى الريجولر لو ما ده يعني ممكن تبقى الريجولر لو كان فاريبل في كوندكشن لو فيكس ديف كوندكشن يبقى الريت ريجولر تمام فممكن تبقى كده ممكن تبقى كده الفلاتر اللي هو واحد دوت في بيس بيت ماشي ايه المشكله لا بس ليه ولا هو كان مركب ممكن كان اوفر رايدنج البيس ميكر وفي اللحظه ديت البيس ميكر بقى تيكنج هو الابر هاند مفيش مشكله يعني هو النقطه مش التركيز على فكره البيس ميكر هي النقطه بس الريذم الانتربريتيشن بتاع الريذم تمام لكن وارد ان هو كان داخل مثلا في اي اف ابيسود تمام فطبعا الاي اف بيس ميكر هت اوفر رايد البيس ميكر بعد كده لو حصل منيشن ابيسود هتلاقي البيس ميكر بقى هو البيسنج الهارت وبقى هو الاوفر رايدنج الهارت دلوقتي تمام فموضوع الفلاتر والاي اف ساعات بيبقى طبعا هتسمعوا حاجه اسمها تيبيكال كاونتر كلوك وايز وتيبيكال كلوك وايز فلاتر ماشي مش مهمه قوي بس يعني ايه لمعلوماتكم بس هي المور كومن ما بنشوفها التيبيكال كاونتر كلوك وايز اللي هي الفلاتر تبقى نيجاتيف في الانفيريور ليز وبص في في 1 الكلوك وايز العكس تفرق معايا في الاستقبال في حاجه هي بتفرق معانا في الابليشن ما تفرقش في الاستقبال في حاجه خلينا دايما تركزنا على السويتش بس هتقعد لحد بس نفسر تعرف تفرق لي دي تيبيكال كاونتر كلوك وايز ولا كلاس وايز ماشي التيبيكال كاونتر بتبقى نيجاتيف في الانفيريور بص في في 1 الكلوك وايز تبقى بوزيتيف في الانفيريور ونيجاتيف في في 1 تفرق معايا في الاستقبال في حاجه ما تفرق ليه في الفلاتر طيب السؤال بقى ماشي يا سيدي هتفرق ازاي هتعمل ايه اولا اشوف الاونست اقل من 48 ساعه ولا اكتر من 48 ساعه او البيشنت مش متاكد ولو سمحت كلمه البيشنت مش متاكد دي ما تنساهاش لان البيشنت لو مش متاكد هعتبره اكتر من 48 ساعه يعني كان يقول لك كبار في السن بقى لها قد ايه يوم يا دكتور تقريبا لا ما فيش حاجه اسمها يوم تقريبا بقى لها قد ايه بابا بالظبط يعني تقريبا كده بدات امبارح او اول امبارح
مش عايز خلاص يلا ما تجاوبش نعتبرك كمان. في ناس بقى اليونج يقول لك ايه لا بص حضرتك بقى لها 3 ساعات دي بادئه معايا الساعه 9 الصبح انت متاكد حضرتك يعني امبارح انت كنت كويس انا كنت زي الفل ده خلاص شور وبتعرفه لان على حسب كده هنقرر حضرتك كذا كذا انا متاكد يا دكتور هي بدات اقل من ساعه لو اقل من 48 ساعه كارديوفيرت لو سمحت مفيش اي ريسك اوف ثرومبو امبوليزم لو الاي اف البيشنت از شور ذات ات از ليس ذان 48 اورز كارديوفيرت بيشنت لو مفيش ستراكشر هارت ديزيز انا اقدر ادي له حاجه اسمها بروبافينون اللي هو التريد نيم بتاعه اسمه ايه ريتمونورم ده بيبقى القرص 150 ملي جرام بقدر ادي له منه اربع اقراص بيسموها فيلينز بوكيت فيلينز بوك ايه كلاس 1 سي كلاس 1 سي انتيريزميك اللي في مصر بروبافينون بره هتلاقي لك الفليكينايد بيستخدموا الفليكينايد الاثنين 1 سي انتيريزميك بس هنا في مصر مش هتلاقي فيه فليكينايد بره العكس يستخدموا الفليكينايد بس البروبافينون مش عندهم تمام البروبافينون من الادويه الحلوه جدا في الاي اف طبعا بيبقى العيان حتى بيتعلم انه يقدر ياخد اربع اقراص منها لما يجيله الاتري فيبليشن بعد كده بيتعلمه بس رجاء اول مره ادي ريتمونورم لازم اديها فين مستشفى على مونيتور بيت لان البروبافينون برده من الادويه اللي بت برولونج الكيو تي ما تضمنش الريسبونس للعيان ده طبعا لازم اكون متاكد ما عندوش ستراكشر هارت ديزيز ما الايكو بتاعه نورمال الكلام ده كله لان هو كونترا انديكيت في وجود ستراكشر هارت ديزيز ولكن الريتمونورم اول مره اديها له في المستشفى المفروض ياخد اربع اقراص في خلال ساعتين المفروض تكون فكت لا ما فكتش خلاص هجرب معدي سي شوك والكلام ده كله لكن بعد كده لو فرضنا انها سكسسفول والعيان بقى راجع ساينس ومبسوط والحمد لله انا رجعت كويس اوكي انت كده بيجي لك اتري فيبريليشن لما تجي لك تاني تقدر في البيت تاخد بيلينز بوكيت يعني ايه بيلينز بوكيت انك لما تجي لك تاخد اربع قرص في ناس تقول لك خد قرصين وبعد ساعه خد قرصين ماشي بس هو المكتوب في الجايد لاينز ايه انه بياخد الاربع قرص اللي هو 600 ملي جرام في وجود ستراكشر هارت ديزيز مش هينفع ادي بروبافينون عشان هيطول كتير هيبقى في ريسك اوف تورسد بوان سايد انا بساعدهم ساعتها الاميودارون اللي هو 5 ملي جرام بير كي جي لومات برايمينج اللي هي 3 امبولات على 100 سنتي جلوكوز على مدار نص ساعه يليها الانفيوجن اللي هو 50 ملي جرام بير اور الجرعه بتاعتها مش يعني هتعرفوها بعد ما تقعدوا مع النواب انا هقول لكم بس الجرعه وانتم هتطبقوها بعد كده في شغلكم اللي هي بتقول بيقول لك كده 4 امبولات كوردارون على 100 على 50 سنتي جلوكوز بمعدل 4.2 ملي في الساعه دول بيخلصوا في 12 ساعه وتكررهم يبقى انت كده اديت الثمان امبولات بتاعتك طب لازم ادي فارماكولوجيكال لا انا ممكن انا اعمل ايه الكتريكال كارديفيرجن الفارماكولوجيكال لو انت مش عايز ان انت تلسع العيان ومش عايز تحطه في التروما والعيان يقول لك لا يا دكتور ما يبلاش صدمات يا دكتور ما تخافش هو اديك منوم لا انا عارف حد قريب قبل كده وحس وتعب ومش عارف ايه ما فيش مشكله نجرب معاك فارماكولوجيكال عايز تخلص ممكن سيديشن وديسي والعيان يروح لان العيان اول ما يروح هيروح مش هيحتاج يفضلات في المستشفى وطبعا ما ننساش ان بعد الكارديفيرجن سواء فارماكولوجيكال او الكتريكال ان انا اطلب للعيان ده ايكو اطلب له سي بي سي اطلب له ثايرويد بروفايل يطلع ثايروتوكسيك وهو اللي بيدخله في الاي اف اطلب له الكترولايتس الحاجات الورك اب بقى اللي هطلبها عشان اعرف الاي اف دي ليها سبب ولا دي لون اي اف لون يعني ملهاش اي سبب خالص نتيجه تشانلز مشكله في التشانل لوكاتي عند العيان ده طب لو اكتر من 48 ساعه او البيشنت مش متاكد من المده ريت كنترول طبعا باورال ميديكيشن ممكن ادي اي في لو البيشنت ستريسد قوي والهارت ريت عالي ممكن ادي اي في ميديكيشن في الاستيبال لكن القاعده انا ادي اورال ميديكيشن عادي لان اللينوكس اللي هتديه في الاستيبال الحاجات دي مش هي اللي هتفرق مع العيان قوي الا لو البيشنت ستريسد او هيمودينامك ان ستيبل انا عارف بس مش هو ده القاعده يعني انا مثلا لو 130 140 انا ممكن امشي على اورال ميديكيشن تمام لو البيشنت ستريسد قوي او البيشنت ريت ممكن ساعتها اجرب ادي اي في ميديكيشن بعد شويه الدنيا هتهدى همشي على روشته اورال ميديكيشن يمشي عليها ستارت اورال انتيكواجريشن لازم ولا استنى الشاز باسك سكور الاول عارفين شاز باسك سكور ولا عارفينه اكيد طيب الاورال انتيكواجريشن ابتدي ولا اكوردنج للسكور بص هو طالما عدى 48 ساعه ده لازم يمشي على الانتيكواجريشن حتى لو الشاز باسك سكور بتاعه زيرو يعني هتكلم على شاب صغير في سننا مثلا وجاله اي اف ولا هايبرتنسيف ولا دايابيتك ولا 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 ياخد اورال انتيكواجليشن ياخد اورال انتيكواجليشن ليه لان عند 48 ساعه في ريسك اوف ثرومبو امبوليزم في الوقت ده بعد الكارديوفيرجن هخليه يفضل ماشي على على الانتيكواجليشن لمده 4 اسابيع وبعد كده لو تشات فاسكس سكور زيرو اقدر اوقفها لكن عدى 48 ساعه لازم يبتدي اورال انتيكواجليشن يا اما ابتدي ماريفان او ان انا ممكن اجرب مع حاجه من النواق ما عنديش مشكله اوكي وارينج فور TE plus minus cardioversion يعني انا هعمل ترانسوفجيال ايكو لان الوقت طالما عدى 48 ساعه في ريسك ان يكون في ليفت اتريال ثرومبس لو عملت كارديوفيرجن وفي ثرومبس في ريسك ثرومبوس فاعمل TE طلع فري مفيش ثرومباي اقدر اعمل كارديوفيرجن سيفلي مفيش مشكله في الورد او طبعا يفضل يبقى في مكان مونيتور طبعا يعني ما اعملش كارديوفيرجن في الورد في اسم قلب رجال ادخله الانترميديت على مونيتور وكذا ابقى متابع تحسما لاي كومبليكيشن تحصل وقت الكارديوفيرجن وطبعا ما بحطش كوردارون انفيوجن في الورد
لو فرضنا قررت تدي كوردرون او تدي بروبافينون لازم يتعمل على مونيتور. الكوردرون ممكن يدخل في براديكارديا عنيفه، ممكن يدخل في بلوكس، البروبافينون ممكن يدخل في تورسال دي بوان، لازم يبقى على مونيتور بيد. الدي سي برضو لان في بعض العنين الكبار في السن ممكن تدي دي سي تلاقي عم بينزل باسيستولي. اللي عندهم ساينس نود ديسفانكشن انواع حاجه اسمها تاكي بريدي سندروم، هو رابد اف تيجي تديله دي سي تلاقي عم بينزل بس نهار اسود. ايه يا جماعه؟ فدايما ما اديش دي سي غير وفي كراش كار جنبي، ما اديهاش وانا واقف لوحدي يكون معايا تمريض، معايا لو واحد زمان مثلا في الرعايه ومعايا زميلي، زميلي يبقى واقف معايا بحيث ان لو فرضنا ان حصل ارست ماليش نفسي يا جماعه قالوا لي بسرعه، لا انا جاهز بحاجتي. في اغلب المواقف مش هيحصل حاجه، يعني انا ما حصلش غير مره ان دي سي ولا انا عم بنزل بيزلاين، لكن كل الحالات دي سي بتعمل بقى كويس. بس دايما تبقى واخد احتياطاتك انت دكتور وعارف السيتويشنز اللي ممكن تحصل معاك وانت بتدي دي سي. هل في بديل تاني يعني انا اعمل تي اي؟ اه في بديل بيعملوه بره ساعات عشان يقللوا من استخدام المناظير، انك تعمل ايه ستريكت انتي كواجيليشن لمده، هو في يقول لك 3 اسابيع بس هو بره كان في انجلترا كان يعملوها 4 اسابيع ستريكت انتي كواجيليشن بمتابعه اي ان ار كل اسبوع، او ياخد نواك اللي هي نواك اللي هي الحاجات بقى ريفاروكسابان ابيكسابان ستريكتلي وما يفوتش ولا جرعه ويبقى العيان متاكد، وبعد 4 اسابيع سيفلي ادخل، لان لو في ثرومبس انت عملت لها ايه؟ عملت لها اورجانيزيشن. ده اكسبت البروتوكول، وبره كانوا بيعملوه للحالات اللي هو فعلا انا تابعت الانتي كواجليشن لمده 4 اسابيع بانتظام وستريكت انتي كواجليشن. ده بديل وده مكتوب في الكتب عشان حد يقول لك ايه ده بتعملوا كواجليشن من غير منظار؟ اه ممكن لو عملنا ستريكت انتي، لكن احنا في مصر بنعمل ايه؟ في الاغلب بنقول تعالى نعمل لك منظار، لو منظار فري خلاص ادخلك. طبعا الاكيوت الريت كنترول في الاغلب التارجت انك تقلل عن 110، وانس الهارت بتقل عن 110 ده اكسبتد بالنسبه لك، ده بيسموه لينيانت ريت كنترول. لو انت عايز تبقى مور ستريكت اقل من 80 ده بيسميه ستريكت ريت كنترول. اقدر ادي فيرابامل او بيتا بلوكرز، انا بتكلم في الاكيوت ان انا عايز ادي دلوقتي باشتراط ان العيان ما عندوش سيمتومز او هيستوري اوف هارت فيلير، اه مش مايوباتيك طبعا، اه يعني مش هدي فيرابامل للعيان مايوباتيك، والاي في اندرال برده حتى في المايوباتيك مش من الحاجات المحبذه قوي. لو العيان عنده ايفيدنس ان هو عنده ان هو مايوباثيك ال في فانكشن بتاعته امبيرد، او هو نون ان هو جايب هارت فيلير، ممكن ساعتها ادي اي في اميودارون بس فور ريت كنترول، او لانوكسن طبعا اللي بتوع البطنه بيدوه كتير جدا يعني. تمام، لكن التركيز دايما بتاعي في الرقبه، ودايما لو سمحت نفتكر dont waste the chance of cardioversion. لو البيشنت جالك في اول 48 ساعه ما تضيعش عليه فرصه كارديوفيرجن، بالذات لو البيشنت متاكد، وده مش هتلاقيه في غيرها في العيانين الايه اليونج. مركز، انا متاكد يا دكتور يبقى لها ساعتين بس، ايه ما تقولش روح وتعالى بعمل لك فحوصات وانت في الاستقبال وهو جاي لك بيقول لك انا حسيت بضربات وجيت لك، ما تضيعش عليه فرصه انك تقول له بعد 48 ساعه لا محتارين نعمل منظار بقى. طب ليه؟ ما دي ريسورسز وحاجه انفيزيف. هو المنظار ده مش حاجه على فكره، اه هي حاجه بنعملها كلنا بس يعني هي في الاخر هي حاجه انفيزيف. هو المنظار ده حاجه نون انفيزيف، ما انت بتدخله منظار وبيقعد اه وجاج ريفلكس طول ما هو شغال، وانت مديله دورميكا وبتلاقي العين حاسس ويقول لك يا دكتور وعمال يشد لك المنظار، مش حاجه ممتعه يعني لتجربه المنظار، يعني بالذات ان العين بيبقى شويه مهما تديته ستيشن ساعات بيبقى حاسس شويه. فلو اه غنى نفسها كارديفيرت وما تركزش على الاكيوت ري كنترول من غير ما ندور على هو ليه تاكيكارديك قوي كده. يعني اليونج بيشنت اللي جالب اف مره واحده مش هيبقى رابد، هيبقى تاكيكارديك، لكن الكبير في السن قوي ده اللي جاله رقنا ايه اف بتاعته رابد، فكر هو ليه رابد قوي كده وانا عماله ازعه ولا نوكسن وما بيفكش، ما بيش الريتم ما بيتظبطش، يكونش دي هايدريتد، يكونش هايبو فوليميك عشان هو بينزف، يكونش هو جاي لي بهارت فيلير فطبيعي يكون عنده يكون عنده رابد اف عشان سمباثيك ستيبيليشن، تكونش سي تي دي صاير توكسيك، تكونش فكر في كده، ما يبقاش تركيزي كله اديله اي في لانوكسن الريت زي ما هو عالي يا دوك، كمان اي في لانوكسن لسه عالي، الثالث الاي في لانوكسن وخلاص مش هقدر ادي اكتر من ثلاثه لسه تاكيكارديك، خلاص بقى احجزوه في الاي سي يو والنبي. ده انت كده المانجمنت بتاعك فكرت تعرف ايه السبب؟ حاول تعرف ايه السبب، لان انت ممكن لو العيان ده هايبو فوليميك، لا العيان ده محتاج بلاد ترانسفيوجن، العيان ده محتاج فلويدز دياله دلوقتي، ده هيحسن الهارت ريت عنده. العيان ده صاير توكسيك مثلا وشخصناه وعملنا سايبر فايل خالص، يبقى محتاج ده هارت فيلير زي العيان اللي قلت لكم على الجروب. لو قلت لكم عيان هارت فيلير جاي رابد اف، لا دي محتاجه تقعد في الورد ست اللي هي كانت مدام عفاف، لا دي محتاجه تقعد في الورد وتاخد اي في دايوريتكس باحترام وتاخد اورال نوكس وكذا، هتلاقي الهارت ريت هيبتدي ينزل بالتدريج. تمام، موقف الرخم بقى، بيشنت جاي لك الاي ار ببالبيتيشن وشوت اي سي جي رابد اف الهارت ريت اكتر من 150 والبيشنت مش متاكد من الديوريشن، بقى لها قد ايه مش عارف يا دكتور انا دايخ يا دكتور وبموت. تعمل ايه؟ موقف رخم. ليه موقف رخم؟ لان القاعده العامه اللي كل دكاتره البطنه هيقولها لك ايه؟ مش دي تاكي اريزميا؟ والهارت ريت معاك 150 وشوت؟ السع. ما ينفعش يا دكتور ده الاي اف وافرض كان اكتر من 140 ساعه هيجيب له ستروك. طب مش هو شوت؟ ما هيموت مش شوك. بيتدخل بقى صوت الحكمه اللي هو ايه؟ هو انت متاكد ان الرابد اف دي هي اللي عامله الشوك؟
ما هي لو اس في تي وشوك هقول لك شوري الاس في تي اللي عامله الشوك. لو في تي وش الفي تي عامله شوك انا هكارديوفيرت وانا ضميري مستريح مش خايف من حاجه. لكن رابد اي اف عامله لي شوك هي مش نقطه بس انا هجيب له ستروك, هي نقطه هو هيتحسن لو عملت لسعته ولا لا. عشان كده يقول لك if you are sure that the hemodynamic instability is not caused by a systemic illness resulting in compensatory tachycardia and you are assuming that the AF with rapid ventricular response is the only cause for hemodynamic instability, بالذات ان الهارت ريت معدي 150 الى هارت ريت 130 140 صعب, يبقى ادي بولس هيبرين والسع العيان. خدت بالك من بولس هيبرين عشان برضه الريسك اوف ثرومبوليزم ما هو اكتر من 48 ساعه وشوك وانا لا هي الاي اف السبب الوحيد. ادي هيبرين لان برضه في سيلفي ريسك اوف ثرومبوليزم, ما انت دلوقتي ريسك اوف ستروك ولا العيان هيموت من شوك؟ لا العيان هيموت من شوك ما ينفعش, خلاص ادي هيبرين والسع. حتى درجه ان يقول لك في التي اي لما تعمل تي اي وعايز تعمل كارديوفيش اف كتير جدا من الصف يقول لك لا ادي هيبرين الاول امبول هيبرين احتياطيا لو انت برضه ممكن تكون في سمول ثرومبس اللي في المنظار ما شافهاش ودي. طيب سؤال برضه before deciding to cardioverse the patient think carefully if you are missing another cause of shock. ايه اللي انا ميسك؟ طب هو ايه السيتويشن اللي انا ممكن اكون متلخبط فيه؟ اديكم مثال شهير, ميلينا او بليدنج بالريكتم, فعيان هو نون ان هو اي اف اصلا والبيشنت ريليتيفز ما قالوا لكش ان العيان بينزف, ما خدوش بالهم او نسيوا يقولوا لك وانت ما سالتش, هو ما اعتبروش ان دي معلومه مهمه. يعني هو جاي لك شوك, شوك دري هايبوفوليميك ورابد اف والهارت ريت ممكن يعدي 150, انت شفت رابد اف شوكت دي سي شوك العين اتحسن, هو انت صلحت له سبب الشوك, هو هايبوفوليميك زي هو. يا سلام بقى لو في ثرومبس يعني ما اتحسنش وجبت له ستروك, الله احلى شغل انت كده عملته مع العين ده, العين ده انت خدمته. يعني مش كفايه بس انه ما اتحسنش ما استفادش من الشوك ده, انت كمان ضريته. تمام, عيان بالمونري امبوليزم وعنده اي اف قبل كده لسعته عشان هو شوكت ماشي اوكي جميل اتحسن ما اتحسنش. في بعض الناس يقول لك لما تدي دي شوك ممكن افتت الثرومبس, كلام ثيوريتيكال شويه, في الاغلب العين هيفضل زي ما هو ما اتحسنش. عيان سبتك شوك وعنده اي اف لسعته السبسس اتحسن, السبتك شوك اتحسنت؟ لا ما اتحسنتش. كارديوجينيك شوك نفس الكلام, لو كارديوجينيك شوك هو عنده رابد اف ممكن يتحسن تحسن بسيط عشان الاتريال كيك, غير كده مش هيتحسن. فلو سمحت اتاكد بالهيستوري والاكزامينشن ان ايه, ان العيان ده يكون الاي اف هو السبب الوحيد, انا ما عنديش تفسير تاني. العيان ده ما بينزفش, العيان ده مش دي هايدريتد, العيان ده مش سيبتك, العيان ده مش كارديوجينيك شوك, العيان ده ما فيش سبب غير ان الرابد اي اف عامل شوك. لان الرابد اي اف مش كومن يا جماعه انها تعمل شوك لوحدها, هي مش هتعمل شوك غير في عيانين ايه اللي عندهم ستراكشر هارت ديز عنيف اند ستيج هارت فيلير, عنده ريستريكتيف كارديوميوباثي, الميوكارديوم مش بيعرف يريلاكس, ده لما يجي له اي اف يتكحول يتكحول. دول مش كتير, مش كومن رابد اف, لا انا هي بتتشاف نوت ان كومن انك تشوفها, بس مش ما تفترضش على طول ان رابد اف يعمل شوك. يعني اس في تي يعمل شوك اه فيري كومن, في تي يعمل شوك فيري فيري كومن, رابد اف يعمل شوك ستوب كده وفكر بالراحه العيان ده شوك دي ليه. تمام, هل في سبب تاني صريح؟ لا مفيش سبب, ده انا سالت هيستوري يا جماعه بينزف, لا طب يا جماعه بيشرب كويس, اه بيشرب كويس زي الفل, طب سخن, طب في عنده اي مكان في جسمه حصل التهاب, حصل خراج, حصل رجله احمرت, مفيش يا دكتور مفيش اي حاجه خالص. طب هو كان قاعد في السرير ما بيتحركش مثلا جاله بالمونري امبوليز, مفيش يا جماعه حاجه خلاص, ما عنديش سبب غير ان ده رابد اف وما عنديش سبب تاني يفسر. عندك حل, عندك حاجه سبيسيفيك تعملها غير انك تلسع؟ هضطر ألسع وهدي الكولاس وهتكتب, واتفقنا ان احنا هندوكيمنت انا ليه عملت كده عشان انا مش لاقي سبب تاني يفسر لي الشوك. الفلاتر نفس الكلام, وقلنا المنظر بتاعها عامل ازاي, اهو ده منظر فلاتر 2 تو 1, شايفين السوتوس ابيرنس هنا واضح ازاي؟ تمام, ده 2 تو 1 ريجولر ما فيهاش مشكله. ده منظر الفلاتر لما بقى الريجولر, بصوا عاملين ازاي, بص الريذم هنا, بص على الستريب ليد 2 او ليد في اف الريجولر, بس ده اي اف ولا فلاتر؟ لا الويفز هي نفس الشكل والريت ريجولر بتاع الفلاتر. تمام, لو شخصت اس في تي عين فلاتر وشخصته على انه اس في تي وبدات اديله ايزوبتين او اندرال, هو العين هيتضر؟ يعني فرض اصل الفلاتر ساعات بتبقى صعبه تفتكرها اس في تي, اديته ايزوبتين اندرال العين اتضر؟ لا ما اتضرش, بس هتلاحظ حاجه غريبه, هتلاقي ان الهارت ريت عن مونيتور كده مش بيترمينيت, يعني فضل اس في تي زي كان عايز فيل عايز سيدي 12 صح؟ انا خلصت خلاص, طيب خلاص ماشي. هتشخص العيان على ان هو اس في, يعني هتلاقي انت مثلا لو ده اس في تي صريحه من الثلاثه اللي قلناهم في الاول, هتلاقي لو اديت ايزوبتان اندرال بيحصل ايه؟ يا اما ما يحصلش حاجه خالص ما تحسنش, يا اما
اول اوف سادن تيرمينيت ويرجع ساينس. بتاع الفلاتر ما يحصلش معاه كده. فهتلاقي ايه الهارت ريت بيهدى وبلوكات بلوكات مثلا كان 2 تو 1 بقى 3 تو 1 بقى 4 تو 1 وبعد شويه ترجع تاني 2 تو 1. لان فلاتر مش من الحاجات اللي بتفك بسهوله بالايه بالاي في ميديكيشن, لان هي بتشتغل على الاي في نود. ميكانيزم فلاتر بتبقى فوق في الاتريوم, فالايزوبتل والاندرال مش المفروض ان هم يفكوا الفلاتر, بيضطر انك نلجأ للدي سي شوك سايتس. فالفلاتر مش هيتاذي لو انت شخصته على انه اس في تي, مش العين مش هيتاذي, بس هتلاحظ حاجه غريبه, الهارت ريت بيهدى ويبقى وبدل ما 2 تو 1 بقى 3 تو 1 4 تو 1 ويرجع تاني الهارت ريت يعلى. شكلها دي شكلها فلاتر, ده هيحتاج دي سي شوك, مش هيفك بالايزوبتل والاندرال. اوكي فنزل فلاتر. والفلاتر هي بنفس قاعده الاي اف, اقل من 48 ساعه واكتر من 48 ساعه نفس الكلام. ولا ننسى ان الفلاتر شود بي بوت اون شادز باسك سكور, لان برضو في ريسك اوف ثرومبو امبوليزم. ومفروض ان ما اعملش فلاتر لو انا شفتها فلاتر صريحه وشخصها فلاتر صريحه والعيان مش متاكد من ديوشن او هي اكتر من 48 ساعه. الصح برضو ان نعمل تي اي. لو شخصت فلاتر يعني اس في تي وساعات بيحصل ماشي, مش هيتاذي العيان اذيه جامده جدا, لان برضو ريسك اوف ثرومبو امبوليزم في الفلاتر لا يضاهي الريسك اوف ثرومبوس في الاي اف. الاي اف ريسك انه بيبقى عنيف وما اكتر عنيف الستروك اللي تكتشف ان هم جاي لك اسباب ستروك اول مره, تكتشف ان هو اتري فيبريليشن هو ما يعرفش. اوكي المالتي فوكال الاي سي جي الجميل اللي لما بنشوفه كده بنبقى مستمتعين كده وحاسين بايجو واحنا بنشخصه. تلاقي ايه الريجولار نارو كومبلكس تاكي كاردي, بس عندك في بي ويف, فهو مش اي اف بس اتليست 3 ديفرنت مورفولوجي للبي ويف بثلاث باتليست 3 ديفرنت بي ار انترفلز. ده كمان عارف عن السي او بي تي. تلاقي منظر ده طبعا ده منظر اللي هو الاي اف الفلاتر. تلاقي كده بي 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 اربع اشكال مختلفه. لو لقيت ثلاث اشكال مختلفه للبي ويف كل كومبلكس قبلها بي ويف هو مش اي اف ولكن ثلاث اشكال مختلفه, يبقى ساعتها اقول ايه ده ساعتها مطلوب. بص المنظر هنا عامل ازاي, بصوا الستريب شايفين البيهات عامله ازاي, ايه رايكم شكل واحد؟ طب ده اف ايه اف ازاي يعني, ما انت شايف بيهات اي اف يعني absence of persistent P wave, يكون في persistent P wave. هنا لا في wave P wave بس اشكال مختلفه والبي ار انترفال مختلفه. ده اسمه مالتي فوكال اتريال تاكي كارد, ده ليه سيجنيفيكانس في كنترول مش اكتر من كده. الريجولر طبعا تبقى ما لهاش سبيسيفيك تريتمنت. لو العيان سيمتوماتيك ممكن اديله ريك كنترول وبنعالج المرض الاساسي اللي هو السي او بي دي. هي بتحصل في عين تشيست, عشان كده دايما اكتر ناس يجيبوا لك اجهات مالتي فوكال بتوع ايه نوبل تشيست. يقول لك ايه رايك في الاي سي جي ده. الفي تي طبعا من الاريزمياز المالجننت جدا اللي بتخوفنا. طبعا الاس في تي انا لو عملت له ترمينيشن اقدر اروحه, الفي تي ما بيروحش بفكه وبحجزه. الفي تي از ا فيري مالجننت اريزميا والريسك اوف سادن كاردياك ديس عالي فيها. الفي طبعا بتبقى ريجولر وايد كومبلكس. طبعا عندنا البروجادا والفيريك احنا اتكلمنا عنها لما حضرتوا المؤتمر, بس مش هنغوط فيها قوي دلوقتي لان مش موضوعها برده, لان في الاخر انا همشي بقاعده ايه وانا في الاستقبال وانا لسه برضو في اول نيابتي. وايد كومبلكس تاكيكارديا از في تي انتل بروفد اذروايز. متفقنا لو عيان ده طلع از في تي ابارنتلي وانت شخصته على انه في تي وتعاملت معاه انه في تي, العيان ما اتاذاش. لو هو في تي وتعاملت معاه انه از في تي ابارنتلي, لا هيتاذي لو اديته امبول ايزوبتن او اندرال. اوكي فنفتكر دايما ان الوايد كومبلكس تاكيكارديا بتلخبطنا, بس هي في تي انتل بروفد اذروايز. فلاقي المنظر ده كده انا اقدر اطبق بروكادا كريتيريا. اوكي بس لو سمحت دونت اسيوم في الاستقبال ان ده اس في تي وز ابارنسي من غير افتح بصراحه انا حافظ بروكادا كريتيريا وطبقتها ولقيت ده لا ده مش في تي اتعامل مع اس في تي وز ابارنسي. لا لو سمحت ما تاخدش سيجن ده لوحدك, لانك لو غلطت هتبقى انت ساعتها هنا مخطئ خطا فادح. ليه؟ لان انت يو اسيوم ده انه اس في تي وز ابارنسي وتعاملت معاه على هذا الاساس واهملت احتماليه ان في في تي اللي بتزود ريسك سادن كاردياك ديس وديتو امبول ايزوبتوم اللي عنده في الاغلب مايوباثيك. اغلبيه الفي تي اغلبيته مش هقول كلهم لان في حاجه اسمها ايديوباثيك في تي هيبقوا مايوباثيك, اديتو ايزوبتوم انت ضاريته. تمام فدونت اسيوم لما انت تاخد راي حد اكبر منك يا فلان انا شايف الوايت كوميز ده انا حاسس ان اس في تي بس ايه رايك, او شفت اجيات قديمه لقيت نفس الاكسس ونفس المورفولوجي ليفت بندل ودلوقتي داخل في اس في تي هو يبقى ده استحاله يكون في تي. خد راي الاكبر منك ساعتها. الفي اف بتبقى الريجولار انديوليتنج كايوتيك ريذم. كايوتيك يعني ايه؟ اللي هي فوضوي رسم كده عارف شخبيط اللي هو في اف لك شخبيط بتلاقي تمريض حاطه حافظه يا دكتور في اف يا دكتور هي حافظه. لو هي عندها تمريض سيسيوم قديمه تبقى حافظه شكل الفي اف. مفيش ويل ديفاين كومبلكس تحس ببالسيشن مفيش بالسيشن ده ارست حضرتك. الفي اف ده مش عيان كده جاي بشكل لا ده عيان بي ارست اهو شايفين المنظر ده؟ ده عيان بي ارست. البالسلس في تي ده نوع من الفي تي اللي هو في تي عاديه خالص ولكن مش حاسس كاروت البالسيشن. يبقى العين ده هيبقى فايق ولا العين ده هيبقى بيقرست هو كمان؟
العين ده برضو بيأرست. يبقى الباسلس في تي والفي اف ده موقف شوكابل كاردياك ارست. ليه بقول شوكابل؟ لان ده الكاردياكس اللي بديله شوك. غير كده انا ما بديش شوك لا في بالس لا في برادي اسيستوري بدي شوك ولا في البالس الكتريكال اكتيفيتي بدي شوك. لكن الفي تي الاولانيه العادي انها في تي ممكن يبقى ضغطه كويس وممكن يبقى شوك بس العيان فايق. يا دكتور ضربات قلبي سريعه، يا دكتور نفسي، يا دكتور انا دايخ، تمام. وساعات بيبقى الفي تي لو بطيئه قوي ممكن العيان ما يبقاش ايه، ما يبقاش وحش، يبقى العيان حلو. في ساعات في تي عادت 130 بنقول عليها سلو في تي، تمام. يعني هي تاكي كاردك بس 130 120 هتلاقي العيان جالك ايه نفسي شويه تعبان، تيجي سي جي بس سلو في تي، ده في تي بس سلو شويه، عشان كده العيان واقف يعني شادد حيله قدامك. يعني نعمل ايه؟ According to C guidelines, whatever hemodynamic stable or unstable DC. حتى لو stable guidelines دلوقتي بقت كده. ممكن ادي IV medication ممكن، بس القاعدة دايما دلوقتي VT الساعة. وحتى احنا نواب كان يتقال كده قبل guidelines ما تنزل دي 2015، وانا نايب كان يتقال لي كده من نايب سن VT يا شريف الساعة وطلعه. هبلغ السي سيو طبعا، مش هطلعه كده هلا بيلا وفي عيان طالع لك انت عرفتني يا ابني انا ما عنديش سرير دلوقتي جاهز. هتعرفه تلسعه يعني كده لازم يتلسع، لان اكيد حتى لو فرضنا ان مفيش مكان في السي سي يو اكيد مش هتقول له انت عندك في تي يلا اتفضل دور على مكان تاني. هترمينيت الفي تي على الاقل انا عديته من المرحله الحرجه، وبعد كده نشوف بعد كده هحجزه عندي. يعني في الاغلب هنعرف نتصرف، ما عرفتش اتصرف على الاقل على الاقل زي بالمونر اديما. يعني بالمونر اديما افترض ان السي سي يو فعلا بلوكت وانا قاعد في الحوادث وجات لي بالمونر اديما، هقول ما انا اسف مش هتعامل معاها اصلا، ما عنديش مكان اي سي يو احجزه فيها بعد ما افكه والنبي. لا طبعا هتفك العيان وتتعامل معاه وتعديه من الكريتيكال سيتويشن. واغلبيه البالمونري على فكره لو اتعاملت معاهم صح هايبرتنسيف بالمونري ديما ده، لو اديته نزلت له ضغط واديته لازم العيان ده هيتحسن وتلاقيها الحمد لله دكتور ربنا يبارك فيك. ماشي دلوقتي محتاجين سي سي يو، تعال ندور. والله لو ماليش سي سي يو واضطريت على الاقل الراجل ده مش هيموت وهو رايح في الطريق، لكن لو هو طلعته هو هيموت على باب الاستقبال. تمام. ايه الاي في ميديكيشنز اللي ممكن استخدمها؟ عندي فرايتي من الاي في ميديكيشنز. طبعا نمبر 1 بستخدمه في اميودرون. ليه؟ لان اغلبيه الفي تي هم عيانين مايوباثيك. الاميودرون اقدر استخدمه في المايوباثيك ما فيهوش مشكله. ممكن ادي اي في اميودرون، ساعات بندي حقنه والامبول ب 150 ملي جرام، ساعات بدي امبول او تو امبولز كوردرون على مدار دقيقه برضه بولس. ساعات بينفع لو انا مثلا دي سي، فرضنا عايز ادي دي سي بايظ يا دكتور انا في الدمرداش، وارد تحصل اي حاجه من السيتويشنز الغريبه دي. اوكي ممكن اقول طب هاتولي كوردرون، هاتولي كوردرون هفك الكوردرون وعلى مونيتور احطه على مونيتور سايت. بروكينامايد وفليكينايد اللي هما كلاس 1 سي انتي اريزميكس ما بستخدمهمش غير في العيانين اللي ما عندهمش هيستوري في هارت ديزيز لان هما كونتر انديكيتد، فده بيستخدموه في نوع من الفي تي اسمه ايديوباثيك في تي. ايديوباثيك في تي اللي هي الفي تي اللي بتحصل في ستراكشر نورمال هارت، مش كومن انكم تشوفوها. اغلبيه الفي تي اللي هتشوفها هيكون عيان سكيميك، عيان مايوباثيك اللي هو عنده سكار في الهارت حصل عليها ري انتري. الايديوباثيك دي نادرا انك تشوفها، عشان كده عمرك ما هتدي ريتم نورم في عيان في تي. تمام. احنا انا ممكن اديها انا لو انا اوريدي شخصت العين بتاعي ده ان ده ايديوباثيك في تي واي ام شور وعملت له ايكو ده خلاص قلت ده ايديوباثيك، ده ممكن اكتب له فليكينايد او بروبافينون يمشي عليها هو مروح. ليدوكين طبعا من الادويه الكلاسيكيه في السي سي يو اللي هو الزايلوكين. تمام. الليدوكين من الادويه اللي بتستخدم في لان ده كلاس 1 بي انتي اريزميك، بستخدمه هو مودريتلي افكتيف، وصراحه زمان كان فيرست تشويس دلوقتي بقى سكند تشويس. يعني مين الفيرست تشويس كميديكيشن في الفي تي؟ يعني فرضنا عين عندك سي سي يو كل شويه يدخل في في تي الساعه، في تي كمان الساعه، وانا هفضل الساعه كده طول النهار، ما انا عايز اهدي له الدنيا، الراجل بيتعذب، الراجل ده انت كده بتعمل له سايكيك تروما، ادي له كوردرون ساعتها مش ليدوكين. ليدوكين سكند تشويس. فيرابامل وبيتا بلوكرز يستخدموا في في تي نوع واحد بس من الفي تي اسمه فاسيكولار في تي، نوع كده سبيسيفيك من الفي تي اسمه فاسيكولار في تي. انا بقول لكم معلومه ما تشغلوش بالكم بيها، بقولها ليه بس عشان لو حد قالك المعلومه دي ما تبقاش تقوله استحاله ما ينفعش. هو ما ينفعش ان جنرال ما عدا الفاسيكل، وفي الاغلب انت مش هتشخص فاسيكل في الاستقبال، ده اوريدي عندك متشخص وحد الكتروفيسيولوجيست بص عليه وقال ده فاسيكلر في تي مسموح نديله ايزوت، اذروايز لا. يعني عيان حصل لي مره جيت اقول له هنديله دي سي، يا دكتور انا قبل كده كنت متابع مش عارف مع دكتوره ميرفت وقالت لي ان انت على فكره النوبه بتاعك ينفع اخد ايزوبتين. لا الراجل ده متشخص ده فاسيكلر في تي ده ممكن ياخد اي، وفعلا عملنا اذا كلمنا سايبر لا ده فاسيكلر في تي والجي ده بتاعه ده فاسيكلر دلوقتي ده يقدر ياخد ايزوت، ده عيان متشخص اوريدي من قبل كده، مش وانت في الاستقبال جلاله قدرك فاسيكلر في تي هتقولي امبول ايزوبتن، بلاش الثقه الزايده دي اللي ممكن ايه يعني تمرمط عيانين في الاخر. طبعا في اف وبالسلس في تي ده كاردياك اريست، ما ننساش ان ده هيتحط انا هشتغل عليه سي بي ار، ومفروض ان انا هدي دي سي شوك، ودايما افتكروا قاعده انا بدي دي سي شوك ومش بستنى اتفرج رجع ولا ما رجعش. طبعا هتعرف الكلام ده في كورسات السي بي ار ان شاء الله، ان شاء الله هنحاول ننسقها. انت موجود بتدي دي سي وفي واحد زميلك تاني يشتغل وبعد دقيقتين يري اساس، فلو سمحت عشان الحركه دي كنا غلطه نقع فيها زمان، ادي دي سي رجع
لا لسه ما رجعش. اذا انت مش موصله الاي سي جي يا ميس فلانه، طب ظبطي بتعمل ايه؟ اشتغل يا حبيبي على طول. وعشان كده دايما في اثنين، واحد مسؤول عن الدي سي واحد بيشتغل، وتبدلوا مع بعض بعد كده. ده صح. طيب دي سي زي ما اتفقنا طبعا، وريمبر في الفي اف والبالسلس في تي يبقى اسينكرونايز. وانت لو ظبطته على سينك الجهاز هيعمل ايه في في اف؟ حاله في اف مش هيدي، هو مش شايف اصلا الروجن. في البالسلس ممكن يدي عشان هو شايف كومبلكس، بس البالسلس والفي اف القاعده اسينكرونايز. الفي اف هتقعد تدوس، هو الدي سي بايظ، حصل موقف ده قبل كده لسه قريب، الدي سي بايظ يا جماعه مش راضي يدي، لا حضرتك ظبطه على سينك، ما ينفعش تظبط على سينك في اف. وطبعا هبدا بالماكسيمم هنا، ما بهزرش، ما تقولش ان جرب 100 جول ده بيموت حضرتك، الراجل بيموت ومش حاسس بيك. هتقول مش هيحس باللسعه اصلا يعني. طبعا ما ننساش اي عيان في تي لو سمحت قبل ما تاخدك الجراء، ويلا نلسع بسرعه، برافو انك انت قررت بسرعه، ولكن ريكورد باي سي جي. جي ده اولا دوكيومنتيشن للفي تي اللي حصلت له، هتفرق معايا لو فرضنا ان العيان ده هينفع له ابليشن، تساعدني انا جوه في الاسطر وانا بعمله ستادي ان انا اقدر اقول لك انا هابليت فين. فريكورد الاي سي جي اثناء الفي تي، وريكورد بعد الارست، لان ممكن تفاجئ بعد الارست بعد ما عملت كارديو فيجن رجع الحمد لله وبقى زي الفل، تيجي تعمل جي تلاقيه انتير ستيمي، مش مجرد في تي تقليدي هيتحجز في السي سي يو. ما احنا كده كده هتقول ما هو كده كده هيتحجز، ماشي هيتحجز ونمشيه على كوردرون فوق، ولا هيتحجز ونعمله برايمري بي سي اي؟ لا هعمله او ثرومبوليتك. هل كومن ان انا بعد الكارديوفيرت الفي تي الاقي العيان فيه ستيمي، الاقي العيان فيه لونج كيو تي انترفال محترمه تخليني اقول لا نهار اسود ده لونج كيو تي كونجيتا لونج كيو تي يا جماعه، الراجل ده يمشي بقى على بيتا بلوكرز في الرعايه ومش هيخرج من المستشفى الا وهو مركب اي سي دي. ده بروجادا سندروم، مش طبعا مش هنقعد نتكلم في الحاجات دي، في حاجه اسمها بروجادا سندروم، يعني ليها منظر كاركتيس في الاي سي جي، لسعته وانت بروجادا ده يتحجز وما يخرجش غير ده اسمه كده، العيان ده اسمه ايه؟ خد لقب ايه؟ سرفايفر اوف سادن كارديك اريست. ده ما يروحش غير بتركيب اي سي دي، ان الراجل ده لو روح هيموت في بيتهم. ده جالك، ده مش جالك بيقول لك انا بدوخ يا دكتور او بيجيلي ضربات قلب، ده جالك بيأرست حضرتك. ده انت الحمد لله ربنا اكرمه ان هو ايه؟ انه اتلحق. فلو سمحتوا اعمل اي سي جي ديورنج الابيسود طالما الوقت يسمح. طبعا لو العيان شقد وخلاص هيجاصب انا هدي تيزي عشان احنا متفقين، ما تجيش تقول لي هو شقد وضغطه مش مسموع، مستني بس ميس فلانه هتجيب لي الاي سي جي عشان اعمله عشان دوكيمنت. جميل انك تدوكيمنت، اه ماشي، بس يعني لو العيان شقد وضغطه مش مسموع وخلاص على وشك انه يموت، لا معلش مش طز في الدوكيومنتيشن دلوقتي، السع. مش انت على المونيتور شفت في تي؟ السع خلاص، انت هنا بتنقذ حياته. بعدها اعمل اي سي جي تاني واكتب في الدوكيومنتيشن ان انا العيان ده جاله في تي كذا 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 كذا، بس ما كانش في تايم تو ريكورد الاي سي جي، بس حاول دايما تحط معاك حاول تريكورد اي سي جي. المنظر ده منظر ايه؟ هو ده اي سي جي طبعا قديم قوي من على النت، اكيد مش انا اللي جايبه. هو في وايت كومبلكس ومش وايت كومبلكس؟ وتاكي كاردك ولا لا؟ ايه الحاجه الريماركبل؟ عندي ايه؟ لا مش موضوع السي اليفيشن، لا هي مش السي اليفيشن، دي كانت تي ويف. لا عندي اثنين مورفولوجيز. لا ده اسمها باي دايركشنال في تي. الباي دايركشنال في تي من الحاجات ان انا عندي اثنين فوساي، واحده تضرب الثانيه وراها، واحده الترنيتنج مع بعض. البوليمورفيك بتلاقي كذا اللي هو اتليست ثلاثه او اربعه مورفولوجي اسمها بوليمورف. ده اسمها باي دايركشنال في تي، دي بتحصل في حالتين بس. يا ديجوكسين توكسيسيتي، فيري كومن في الديجوكسين باي دايركشنال في تي، يا اما في مرض كده اسمه كاتيكولامينرجيك بوليمورفيك في تي. اللي هو واحد شاب كده مثلا بيلعب كوره، بيلعب مش عارف ايه، اول فصاد ضربات قلب سريعه، يغمى عليه، يقع في الارض، يأرست. ساعات بي عندي في المرحله دي باي دايركشنال في تي، بوليمورفيك في تي، في اف ويأرست بعد كده. ده اسمها ده نوع من تشانيلوباثي، اسمه في كده كاتيجوري في الكارديو اسمه تشانيلوباثيز، منهم اللونج كي تي، منهم البروجادا سندروم، منهم الكاتيكولامينرجيك بوليمورفيك في تي. فالجي ده بس انا بقول لكم ليه، مش هتشوفه كتير، انا عمري ما شفته في نيابتي، بس لو شفته تعرف ان ده ايه؟ حاجه مهمه. طبعا الريجلر وايت كومبلكس تاكيكارديا شكلها، طب مش هنعرف نلحق ندخل في البريدي اريزما لان هيجوا يشونا من القاعه. الريجلر وايت كومبلكس بنتكلم فيه، ميكانيكا انا جاي لك من الشرح. الريجلر وايت كومبلكس بفكر في ايه؟ بفكر في تورسات دي بوان، افكر في بري اكسايتد اي اف، افكر في اي اف ويز بري اكزيستنج اوريد ديبند اون باند برانش بلوك، الاي اف ويز ابارنسي، افكر في فلاتر ومعايا بري اكزيستنج او ريد ديبند اون باند برانش بلوك. طبعا اول واحده تخوفني ايه؟ طبعا ده منظر التورسات مبدئيا، بس اديكم شايفين اهو، شايفين الوايت كومبلكس تاكيكارديا، هي كلمه تورسات دي بوان يعني ايه؟ هي دي كلمه فرنساوي يعني تويستنج اوف بوينت، ان الالكتريكال بوينت بتويست، مره كومبلكس تبقى بوزيتيف مره تبقى نيجاتيف. ده بيحصل نتيجه بوليمورفيك في تي اون توب اوف لونج كيو تي. فانت لو لاحظت ان هتلاقي الكيو تي طويله، بص من الكومبلكس للتي ويف
بالوايم كده اكتر من نص الار ار انترفال. هي طبعا ليها طريقه حساب الكوركت كيو تي انترفال اللي هي بالفورمولا بازت فورمولا، لكن لو بالوايم كده وانا في الاستقبال مش هقعد امسك الموبايل واطلع نعلى نحسب الكوركت كيو تي. اه لان المنظر ده لا دي لونج واقوله فصلنا داخل، بص كانت نيجاتيف 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 بعدين قلبت بوزيتيف، ده ترصد كوان صريحه، ودي طبعا ريسك اوف سادن كاردياك ديس واللي عنده ارست عالي جدا، فدي حاجه انصح. فده بوليمورفيك في تي، وطبعا ده لازم ياخد دي سي شوك، واللي عنده في الاغلب بيحتاج ماجنيزيوم سلفيت، ماجنيزيوم سلفيت عشان انتي اريزميك وفي نفس الوقت بيكوركت الهايبرمغنيزيم. يعني حتى الماجنيزيوم نورمال ياخد ماجنيزيوم سلفيت اه من الحاجات الموصوفه في التورسات بالذات. المنظر ده بقى ايه؟ هنمشي بالسكيم تاكي كارديا نار ولا وايد؟ نار. لا ده وايد يا ابني اهو، كل ده نار. انا عارف ان هي مش الوايد العنيفه بس ده لا ده مش نار كومبلكس. بص بلاش، بص ليد 1، ليد 1 ده وايد ولا نارو؟ وايد. ريجولر ولا الريجولر؟ الريجولر. الريجولر وايد كومبلكس. اول حاجه خاف منها ايه؟ بري اكسايتد اف. يعني ايه بري اكسايتد اف؟ يعني ايه اف في وجود اكسسوري باس واي كوندكشن؟ يعني عنده وولف باركنسون واي سيندروم، حصل اكسسوري باس واي كوندكشن عمل لي الريجولر وايد كومبلكس تاكيكارديا. تمام، ده منظر بري اكسايتد اف. العيان ده ريسك ان يو ديجنريت انتو في اف. تمام، طيب ليه ما تقولش على ده اي اف هو عنده ليفت باندر؟ مش جايز يكون هو عنده مايوباثيك وعنده ليفت باندر وبعدين دخل في اي اف. اي اف وليفت باندر ايه المشكله؟ هقول لك ايه اف وليفت باندر. تعال بص كده السايكل، السايكل دي الار ار انترفال هنا كام؟ مربع كبير يعني 200 ملي سكند، يعني الهارت ريت في السايكل ده وصل ليه 300 بيت بير مينيت. في رابيد اي اف توصل لك 300 بيت بير مينيت في سايكل من السايكلز؟ ده مش سلوك رابيد اف، ده سلوك، ده مش سلوك ايفينو، ده سلوك اكسسوري باس واي اللي عنده بري اكسايتد. يبقى لما الاقي الريت عالي قوي قوي كده وبعد الار ار انترفال فيري شورت، يبقى اقول العيان ده، عيان ده ايه؟ بري اكسايتد اي اف. ابص بص الفيري شورت ار ار انترفال هنا ازاي؟ ده ساعات تبقى هنا، ده انت شايفين هنا كمان؟ شايفين دي؟ اقل من مربع كبير، يعني هارت ريت هنا عدى 300. اه ده مش رابد اف تقليديه، الايفي نود ما توصلش، الايفي نود ما تعرفش تعدي على فكره الريت السريع قوي ده. الايفي نود يعني فيها حاجه اسمها ديكريمنتال بروبرتيز، تيجي لك مع ريت معين تقول لك انا مش هوصل انا كل ده، تبدا توصل لك حاجه اللي هي 2 تو 1 تعمل لك 3 تو 1. عشان كده بيقول لك الاي اف يبقى لقيت الريت 400 والرابد اف على 132 140 الفنتريكلر ريت، هي عدت بس ده اللي عرفت تسمع بيه. يعني الاكسسوري باس واي لا ما عندوش ديكريمنتال بروبرتي، يعدي يعدي يعدي، فممكن الريت يوصل للرقم ده. العين ده عامل له ايه؟ ده بري اكسايتد اف، يعني اي اف على الاون توب فور باركنسون 1. الصح انك بيدي اي في ميديكيشن زي فليكينايد او بروكينامايد او بروبافينون، دي بتديسيليريت الكوندكشن في الاكسسوري باس واي. اميودارون زمان كان بيتقال، دلوقتي ملوش اي رول لانه ممكن يداون يديسيليريت الايفي نود، فلو عمل ديسيليشن الايفي نود هيزود الاكسسوري باس واي فبقاش يستخدم. طبعا لو فيلد او انا ما عنديش، احنا في مصر عندنا اي في فليكينايد؟ لا. عندنا اي في بروكينامايد؟ لا. عندنا اي في بروبافينون؟ عندنا اورال بروبافينون. اكيد مش هدي عيان جاي بريسايز اديله قرص واستنى نص ساعه لغايه ما يشتغل ولا ساعه، اكيد مش هعمل كده. هضطر ادي سينكرونايزد دي سي شوك. تمام، طبعا لو حد جه قال لك طب ما دي رايك نديله امبول ايزوبتين او امبول اندرال، ده بيهرج يعني، ده مجرم بقى، ده اللي اتقال عليه مجرم حرب كده المفروض يتعلق. تمام، سوري. ده بقى المنظر بتاع الاي اف وزليفت باند. بصوا هنا الريجولر وايت كومبلكس، الريت هنا سريعه قوي زي الاولاني. لا بص الار ار انترفلز في معظمها مربعين كبار، اكتر من مربعين كبار. ده سلوك ايفي نود. الاولاني كان بص عامل ازاي؟ بصوا هنا في فرق بين الريت، في الريت ده والريت ده. يبقى تقدر تتلخبط وتقول لي اصل ما ممكن يكون ايه في ليفت بندل وانا خفت لسعه، لاحسن كده لو هو اكتر من 48 ساعه هيجي له ثرومبو امبوليزم. لا لا طبعا ده مش ايه في ليفت بندل، لكن دي لا ده ما تلسعوش بسرعه لان ده مش بري اكسايتد اف. تمام، وفي فرق تاني برضو على فكره ساعات، انك تلاقي ساعات في بعض حالات بري اكسايتد اف ممكن تلاقي بعض الكومبلكس يبان فيها دلتا ويف، مش شرط تلاقي فيها سليرنج باين في بعض الكومبلكس، في بعض الاوقات يبان بس مش شرط يبان، لان هو الدلتا ويف ما بتحصلش غير لو في سيمالتينيس كوندكشن في الايفي نود والاكسسوري باس واي، يبان لك السليرنج بتاع الدلتا ويف. لو حصل ابسولوت كوندكشن في الاكسسوري باس واي في بعض الكومبلكس وفي معظمهم هتلاقي الدلتا ويف هتختفي، فما تعتمدش على وجود الدلتا ويف قوي بصراحه. ان في سيمالتينيس كوندكشن في الاكسسوري باس واي وفي الايفي نود. اوكي؟ هتبان بقى، هيبان لك الريستنج از جي تاون وولف باركنسون وايت ان عنده مانيفست بري اكسايتيشن. لا 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 مش ريجولارتي، لا 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 انت لو بصيتي منها هتلاقي على فكره الار ار انترفال مش فيكس. دايما بنمشي بطريقه الورقه، انك تعملي ورقه وتقعدي تمشي بيها، ده الاصل. مش شايف الليفت باند ليه؟ لا 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 لا
طالما ما فيش initial queue في واحد و EVL دي first sign of left bundle. Absence of initial queue in one and EVL دي بالنسبة لنا left bundle. Interventricular conduction delay لازم يكون في initial queue في واحد و EVL لأن دي بتاعت الستة دي برا. هنقولها في left bundle لما نيجي في البرازي لو لحدنا نقول البرازي في one و EVL lead one و lead EVL اللي هما lateralis. السينس تاكيكارديا طبعا في الاغلب بتبقى سيكندري انها تاكندي سيبسس انيميا دي هايدريشن. يعني ده ما لاقي سينس تاكيكارديا فكر في اسباب اللي عنده دي هايدريتد اللي عنده سيبتيك اللي عنده انيميك اللي عنده سيروتوكسيك اللي عنده اجونايزنج بين محترم اللي عنده ايتروجينيك بياخد بيتا 2 اجونست ان هو ازماتيك. لو كل الاسباب اكسكلود بنقول عليها حاجه اسمها ان ابروبريت سينس. يعني ان ابروبريت يعني ايه سينس تاكيكارديا مش مفهومه. الاس اي نود فيها انهانسد اوتوماتيسيتي فتقعد تضرب جامد تمام. دي اسمها inappropriate sinus tachycardia بتتشاف يعني not uncommon انها تتشاف. وطبعا بيبقى حلها medication ريك كنترول نقعد نمشيها على كونكور نمشيها على ايفابرادين الحاجات دي كلها. ازاي افرق السينس تاكيكارديا الهارت ريت معدي 150 من الاترا تاكيكارديا؟ الاترا تاكيكارديا برضه هتلاقي كل كومبلكس قبلها كي ويف. اعرف منين؟ البيوب مورفولوجي. لو العيان عنده اجات قديمه هات الاجات القديمه وقارن هتلاقي البيوب مورفولوجي مختلف شويه. او طب ما عندوش اجات قديمه طب هو انت طبيعي تلاقي سينس تاكيكارديا والبيهات تبقى نيجاتيف في الانفيريور ليدز مثلا؟ ليه؟ المفروض هي جايه من فوق لتحت فالانفيريور يبقى بوزيتيف. ليه نيجاتيف؟ طب يبقى طبيعي هتلاقي بيو بوزيتيف اي في ار يبقى المفروض تبقى نيجاتيف. ده شكله اترا تاكيكارديا وانا مش واخد بالي. وعلى فكره كومن الغلطه دي تحصل كلنا وقعنا فيها اكيد في مرات يعني. فما لو عندي اولد جي قارن في فرق ده فوكس مختلف دي اكتوبيك فوكس ده مش ساينس. ما عنديش بص على البيو اوف مورفولوجي لو حسيت ان هو غريب المفروض الطبيعي تبقى بوزيتيف في الانفيريور ليدز نيجاتيف في اي في ار نيجاتيف او باي فيزيك في في 1 اقول ده ساينس تاكيكارديا تمام. مفروض ان هو ده ازاي افرق برضو تاني ساعات يقول لك ادي ادينوزين. لو انت برضو مش عارف لو لقيت ان ديت ادينوزين لو دي ساينس مفروض الاتريال ريت والفنتريكل ده يهدوا مع بعض. لكن لو دي اتر تاكيكارديا الاتريال مش هيهدى والفنتريكل هيهدى درجه يحصل بلوكات تمام. فالادينوزين لو حصل ترانزيانت سكند اور ثيرد ديجري اي في بلوك ويزاوت افكتنج ذا اتريال ريت موست دي اتر تاكيكارديا transient second or third degree with a slowing down of the atrial rate mostly sinus tachycardia. ساعات بيبقى الموضوع صعب لان لو الفوكس اوف اتريال تاكيكارديا طلع عند حته اسمها كريستا تيرمينالس جنب الساينس نود بيبقوا شبه بعض. فلو طفل صغير ساعات دايما اكتر ناس يجيلهم انسيشن اتريال تاكيكارديا الاطفال. ماشي بصوا المنظر ده كده قولوا لي رايكم في ايه. دي سيتويشن دي سيتويشن كلينيكال انا اللي مصور الفيديو ده طب انا بس يشتغل. سيتويشن لطفله كان عندها 3 ايام وهارت ريت عالي جدا 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 وعملوا لها ايكو لاور فانكشن مايباث. فما بين دي اتر تاكيكارديا ولا دي ساينس سكندري الحاجه طبعا مش ما فيش طفل عندها ان ابروبريت ساينس تاكيكارديا يعني جاي لها ان ابروبريت ولسه بيبي اكيد دي يعني ممكن تبقى اريزميا ممكن تبقى سينس بير. فكان ساعتها كانت الدكتوره رانيا سمير ساعتها كانت هي اللي ماسكه الحاله فقالت لي ادي ادينوزين وشوف الريسبونس. عايزكم تبصوا كده وتقولوا لي ايه رايكم. اتمنى بس ان هو يشتغل يا جماعه مش قادر يشتغل ايه انا كده هجرب تاني. ايوه طيب بصوا انا هجيبه من هنا اهو ان هو مش راضي يشتغل من على البرزنتيشن رغم ان انا حطيت الفيديو على الفولدر. اهو بصوا يا جماعه بصوا كده معايا ان شاء الله هيفتح اهو. بصوا كده قولوا لي رايكم ايه. ركزوا كده هيحصل ايه. ادينا ادينا بصوا هيحصل ايه. خدتوا بالكم حصل ايه؟ عيدها تاني. بصوا كده واحنا عايزين حصل طبعا بصور من موبايلي فالتصوير مش قوي يعني اهو. خدتوا بالكم حصل ايه؟ نون كوندكتيف بي ويف بي ويفز والاتريت فضل هو هو دي اتريت تاكيكارديا. الطفله دي كانت اتريت تاكيكارديا ودخلت عملت افليشن رغم انها بتبقى صعبه في البيبيهات بس يعني بيبقى في اساطر بحجم صغير شويه. دي اتريت تاكيكارديا. شفتوا الادينوزين فرقني ازاي؟ ده بيسموه دايجنوستيك تيست في الاخر تمام. فالادينوزين من الحاجات اللي ممكن تفرق لي حاجه زي ديت. لا قليل طبعا مش اللي جاله. انا دي المره الوحيده اللي عملتها وعملتها وانا مدرس مساعد حتى يعني كنت مدرس مساعد ساعتها يعني تمام.
فده النقطه بتاعه الريجولار ناركومسيد ان انا بعتمد على الاي في ادينوزين ان هو لو ما حصلش تشينج في الريت يا اما الدوز انت اديت الدوز ما لحقش توصل او ممكن تبقى في تي حصل جرادوال سلوينج وبعدين ري اكسلريشن ممكن تبقى ساينس تاكيكارديا ممكن تبقى الفوكال اتر تايكارديا هتعمل كده حصل سادن ترمينيشن دي اس في تي صريحه بقى اي في ار تي او اي في ان ار تي تمام فالاترا تاكيكارديا انا ممكن اجرب معاهم اي في ميديكيشن في الاغلب مش بالترمينيت بصراحه في الاترا بالذات عشان كده لو لقيت ازمه بتفكش بسهوله بالاي في ميديكيشن فكر انها ممكن تبقى اترا تاكيكارديا في الاغلب ممكن تلجأ للدي سي شوك الساينس تاكيكارديا طبعا لازم افكر فيه ليه ساينس تاكيكارديا اخر حاجه افكر فيها باي اكسكلوجن ان ابروبريت وفي الاغلب بيبقوا فيميلز يعني اغلب الان ابروبريت بيبقوا فيميل بيشنت تشيكن من بالبيتيشن بتاع كواليتي فلايت تايم افكتد جدا ما فيش اي سبب خالص فالثايرويد بروفايل نورمال سي بي سي نورمال طب الست دي عندها اي كوموربيديز خالص ملهاش حل غير الكنترول وطبعا بيستجيبوا حلو قوي للايفابرادين الايفابرادين بيشتغل على الفاني شانلز اللي في الاس نود فطبعا مهم قوي مش هتكلم عن اريزميا في البيدياتريكس مش موضوعها النهارده انا حاطط سلايد بس عشان اللي هيشوف الفيديو على اليوتيوب يبقى شايفها لكن مش هقعد اتكلم في الجرعات لان ايه احنا النهارده لو خارجين احنا عارف ننج الادلت كويس مش مطلوب ان انا النهارده ننج اطفال دي شوك بس ليها زي رجمن في الاطفال ان احنا ندي من 1 2 3 جول بير كي جي عشان لو طلبت انك تدي سي في طفل مش هديله 200 جول تجي له الكتروكيوشن محترم يعني في بيبي صغير وجسمه قد كده عنده اسبوعين مثلا دي سي شوك لا بنشيل البادلز الكبيره ونبقى البادلز الصغيره كده بتحطها بتدي 1 2 3 جول يعني لو وزنه مثلا 10 كيلو اديله 30 جول بس اوكي خلي بالك اب تو 5 جولز في الحالات الارست 5 جول بير كي جي طيب ندخل في البراتي هو لسه ما طلع ما جوش طبعا في الاغلب هيجوا لما هجوم دلوقتي في الاغلب مش هنعرف ندخل في الشوك شكلها بس مش مشكله محاضره الاريزميا صراحه حتى لو ماشيين كويس ناخد برادي مش هتاخد نفس الوقت طبعا البرادي حدث ولا حرج ساينس برادي كاردي اي في بلوك سلو اي اف الانترا فينتريكولار كوندكشن ديستيرب ساينس بوز مش عارف ايه الحاجات دي كلها تعال نمسك واحده واحده الساينس برادي كاردي من الحاجات اللي ممكن نشوفها في الايكو طبعا اول ما افكر اشوف ساينس برادي كاردي حاجه من اثنين يا ساينس نود ديسفانكشن اللي زمان كانوا عليها سيك ساينس سيندروم يا سكندري ايه اسباب تعمل لي سكندري ساينس برادي كاردي ايه هايبوثايرويديزم تعمل ياتروجينيك طبعا لازم افكر اول حاجه بتاخد ادويه تهدي الارتريت ولا لا بتاخد كونكور بتاخد ايزوبتم بتاخد التيازيم بتاخد بروكرولان بتاخد الحاجات دي كلها اساله عليها هاي فيجالتون في الاسل طبعا الديورنج سليب الطبيعي ان الهارتريت يبطئ عشان لو في هولتر لقيت الهارتريت بطئ ديورنج سليب ما تقولش ايه يا نهار اسود ده بيدخل في موبس تايب 1 ده بيدخل مش عارف في ايه ده براد هارت بيز الثلاثينات طب ما هو نايم ده طبيعي لو هو صاحي وسيمتوماتيك لينا كلام بقى في البيسينج وش البيس كوشنج ريفلكس بتاع الانكريز انتركرينيال تنشن في الستروك وفي الانتركرينيال هيموج يعمل كده الفازوفيجال سينكوب اللي بيحصل مع الستريس والسيتويشن بيحصل مع بين يعمل براديكارديا كان مثلا تيجي تشيل شيس تلاقي العين دكتور ده يا اخي دكتور ده يا اخي دكتور تيجي مثلا تلاقي ايه تلاقي المنظر عندي جاص مثلا ايه يقول لي جرح وجاله فازوفيجال نتيجه ان في سيفير بين ده سيتويشن بيحصل على فكره وما تتخضش منه كل اللي تعمله بس ساعتها ان انت يعني صح انك تبقى معاك اتروبين ويبقى معاك الحاجات دي جاهزه وفي نفس الوقت ساعات لو لقيت العين بيأسبيريت وبدا يجصف ويزرق نيمه على جنبه وتعمل كومبريشن كده يفضل يكون تاني يعني بتندع حد تنيمه على جنبه وتحاول ايه عشان ما يحصلش اسبيريشن لو طولت بالشاس يبقى بس اغلبيتهم بيفكوا ما بياخدش وقت فانت ما تتخضش لو لقيت حصل فازوفيجا ديورنج شيس بس يفضل تبقى حاجتك جاهزه عشان كده من زمان تمريض الكلاسه كان هشيس معاك اتروبين معاك حاجات دي الكانيولا سليم عشان لو حصل فازوفيجا ما تتخضش وتبقى معاك حاجتك جاهزه طبعا ده جرنا ان الساينس نود ديسفانكشن ممكن تجي لي على هيئه ايه ساينس نود طبعا هو حاجه ديجنريتيف ديزيز في الاس نود ليه اسباب كتير اغلبيتهم بي اولد ايج طبعا صعب تلاقي ساينس نود في واحد يانج ممكن الاقي اي في بلوك في ناس يانج ليها اسباب انا اتسالت في الام دي كده مثلا كان واحد شاب عنده حاجه 30 سنه وباي فاسيكولار بلوك وتقال لي ايه الاسباب اللي تخلي الشاب ده وهو في السن ده يجي له هارت بلوك اسبابها حاجات جيناتيك وحاجات انفلتريتيف ديزيز وتشانيلوباسيز وحاجات من دي الساينس نود ديسفانكشن ممكن تجي لي على هيئه ساينس براديكارد براديكارديا هو بيشتكي بقى من ديزنس لايت هيدنس الكلام ده ساينس بوزس فجاه بيدخل في بوز فجاه وهو قاعد كده عارفه انت جده كان قاعد معانا فجاه كده لانه بيعمل كده وبيقع على الارض ده دخل في ساينس بوز في الاخر الناس الكبار في السن قوي تاكي برادي سيندروم وده سيندروم لازم نكون عارفينه ونبقى اورينتد بيه والكرونوتروبيك انكومتنس ان هو الهارت ريت ما بيزيدش مع الاكزرشن او مع الستريس والسيتويشن ان تو كوب وذ ذس سيتويشن فتلاقي ان العين يقول لك لما اعمل مجهود يا دكتور ادوخ واحس ان انا يغمى عليا لما العب رياضه ادوخ تمام طبعا عشان نخلص من الكرونوتروبيك انكومتنس لان انا مش جايب له اي سي جيز الكرونوتروبيك انكومتنس المفروض ان هو بيتشخص عن طريق انك تجري العين ده على المشايه وتلاقي الهارت ريت بتاعه ايه اللي هو الستريس اس جي الهارت ريت ما بيزيدش بشكل كافي ايه رايكم في الاي سي جي ده عندنا اختلاف ان ده ساينس برادي برادي ريجولر البي ويف مورفولوجي طبيعيه مفيش اي مشكله ايه رايكم في الاي سي جي ده شايفين ده بوز هنا بوز في بي ويف موجوده
ما هي لو في بي ويف هقول لا ده مشكله في الاي في نود هي اللي ما عدتش في اللحظه دي بي ويف ده كمان. لو لقيت ان مفيش بي ويف لا المشكله مش الاي في نود، الاس اي نود هي اللي ايه فيها المشكله. تمام شايفين المنظر ده؟ بقيس دايما البي. لو اقول لك ساينس بوز اقول لك مثلا في الابتدائي هو العين عنده ساينس بوز قد ايه؟ ما هي ديوريشن مهمه اكتر من 3 سكندز دي سيجنيفيكانت ماشي؟ يعني اكتر بدايه 3 سكندز وسيمتوماتيك ده سيجنيفيكانت بالنسبه لي. هقول لك هتقولي كامل ساينس بوز تقيسها منين؟ من اخر بي ويف لاول بي ويف هتظهر من البي بي انترفل. يبقى انا هي زي ما انا قستها هنا كده شايفين المنظر ده؟ ده المسافه بتاعتها من البي للبي مش من الكومبلكس للكومبلكس، انا بتكلم على ساينس بوز. بص المنظر هنا عامل ازاي؟ دي مثلا ممكن تكون معديه 3 ثواني شويه لان هي اللي احنا الخمس مربعات كبيره تعادل ثانيه لان مربع كبير 0.2 سكندز. طبعا في نوعين من الساينس بوز او سببين يعني، يا اما ساينس اريست يعني في اللحظه دي الاس نود ما ضربتش من اساسه وما عملتش دي بولاريزيشن، او اكزيت بلوك هي ضربت بس دايما ربنا خلق الاس نود دي هتطف كبسول كده حواليها، عشان كده دايما سهل ان انت تكوي الاي في نود وانت بالغلط، سهل ان احنا نكوي الاي في نود ممكن تحصل كومبليكيشن كويت الاي في نود وانا بكوي فيحصل هارت بلوك والعين يحتاج بيس ميكر ويبقى العين ماضي على كونسنت ان في ريسك اوف هارت بلوك. الاس نود ما تكويش، اولا هي ايبيكارديال صعب ايبيكارديال بعيده خالص وانا ده انا داخل الاندوكارديال، ثانيا بيبقى ليها طف كبسول صعب انها تكوي صعب جدا انها تكوي، فالطف كبسول دي خلت ان هي ضربت بس ما خرجتش بيسموها اكزيت بلوك. تفرقها ازاي؟ في الاكزيت بلوك هي حصلت بس في اللحظه دي ما خرجتش واللحظه اللي بعديها هتخرج، فلو جيت قست المسافه من هنا لهنا الاقيها مثلا توايس او 3 تايمز البي بي انترفل. في الاريست لا هي اتاخرت انها تضرب شويه فتلاقي المسافه اللي فوق دي بتاعت الساينس اريست مش شرط تبقى توايس اور 3 تايمز ساينس. صراحه بقى يفرق التفرقه دي هتفرق ملهاش كلينيكال سيجنيفيكانس. تمام لان في الاخر العيان ده لو ما عندوش ريفرسبل كوز وهو سيمتوماتيك في الاغلب هنلجا لل بيسينج نركب له بيرمننت بيس ميكر. تمام لو اكتر من 3 سكندز طبعا سيمتوماتيك، اكتر من 6 سكندز لا سيمتوماتيك، بس احنا قلنا مش هنتكلم في الانديكيشنز اوف كاردياك بيسينج لان ليش ما احنا هنتكلم في الاستقبال. فلما اشوف منظر الساينس بوز خلي بالك ايه ده في ساينس بوز طب مدتها قد ايه؟ طب انت يا بابا بتاخد اي ادويه تهدي ضربات القلب؟ بتاخد كونكور بتاخد كذا بتدي له امثله ممكن يقول لك لا ما باخدش يعني تاخد كونكور اه باخد كونكور هو ما يعرفش ان الكونكور بيهدي ضربات القلب تمام يعني خطيبه ناس على قدر عقولهم هو ما يعرفش المعلومه دي. اغلبيه الناس بيبقى بياخد لوكشه ادويه مش عارفه بقى ده اللي بيهدي الهارت ريت وده اللي بيمنع الريموديلنج وده بتاع السيوله وده اللي بيحافظ على الشرايين هو ما يعرفش الكلام ده. اغلبيه الدكاتره للاسف ما بيقولوش الكلام ده. فانت اساله بتاخد كذا طب بتاخد طب هات لي ادويتك يا بابا وريني ادويتك كده انت ماشي عليها اراجع ادويتك. اه ده انت بتاخد كونكور هو ممكن يقول لك لا ما باخدوش يقول لك اه اللي هو الارسل على شكل قلب نسيت اقول لك عليه يا دكتور يبقى انا خلاص انا رجعت ادويته سواء بالروشتة او بالكيس. حتى في ناس يقول لك معيش روشتة بس معايا كيس اه مش عيب افتح كيس الادويه وراجع ادويته مش عيب خالص. بره حتى في انجلترا كان في عيني يقول لي كده يقول لي بص انا معيش روشتة بس معايا الشنطه يطرف واحده ست فتح لي الشنطه اقعد راجع ادويتها. يعني حتى الثقافه دي عندهم بره ان انا ماشيه بشنطه علاجي. اوكي فده الساينس نود ديسفانكشن ممكن تبقى بريديكارديا ممكن تبقى ساينس بوز او اريست ممكن تبقى ساينو اتريال اكزيت بلوك. عشان بس انا بقول لكم كلمه ساينس اريست واكزيت بلوك عشان لما سمعت الاسم ما تبقاش مستغرب في الاخر الاثنين هيجوا بيه بوز. يعني انا في الاي سي جي هقول ايه بوز بس انا بقول لكم تفرقتها ازاي عشان كتب جولد برجر مثلا لو قريتوها يقول لك ايه الفرق بين الاثنين. طبعا قبل ما تجامب الدايجنوز اوف ساينس بوز فكر فيه هل ممكن تكون عنده نون كونتاكت بي سي. بص هنا بي كومبلكس تي بي كومبلكس تي بي كومبلكس تي ايه ده التي هنا بيفد لا هي مش بيفد هو في بي ويف راكبه على تي ويف ايه ده. انت طبعا لو شفت جي ده هتقول بوز. لو قلت بوز انا مش هقول لك انت غلطان ازاي تقول كده لا هو الوهله الاولى لو شفت جي ده كده وانا في الاستقبال والدنيا والساعه 4 الفجر هقول ايه ده في بوز يا جماعه ايه ده لا هي دي مش بوز ده بي اي سي جت بدري قوي 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 لدرجه ان الاي في نوت كانت في الابسولوت ريفراكتوري بيريد فما وصلتش. دي حاجه تقلقني لا خالص دي نور يعني نورمال فاريت ممكن يحصل ما قلقش منه لو شفت. فالنون كوندكتيف بي اي سي بتخليني اميس دايجنوز ساينس بوز لو شفتها ما تقلقش عادي بي اي سي جت بدري فما عدتش فادتك ايحاء ان في بوز ولكن حقيقه لا ما فيش بوز ولا حاجه. تاكي برادي سيندروم عباره عن ايه؟ من اسمه ساعات بيدخل في تاكي كارديا هو ايه مشكلته اللي عنده؟ العين ده عنده ساينس نود ديسفانكشن اوقات يبقى برادي كارديك واوقات من كتر ما الاس اي نود بقت عامله زي كده عارف ايه اللي هو الاب اللي مش عارف يحكم البيت فتلاقي كده فوسايت تروح طالعه مع نفسها تلاقي دخل في رابيد اي اف يدخل في فلاتر عارف هو بالظبط كده ايه اذا كان رب البيت بيدف في ورمه خلاص الراجل ده مش من الاس اي نود ضعيفه مش عارفه تحكم الدنيا فاوقات يبقى برادي كارديك تلاقي ساينس برادي كارديا او سكيب جنكشن ريزم واوقات ثانيه يدخل فيها. بص الهولتر ده هولتر طبعا ده مش يجي بص المنظر عامل ازاي رابيد اف وهنا بوز بوز او ساينس برادي ممكن يبقى ساينس برادي فتلاقي اوقات هو برادي كارديك اوقات هو تاكي كارديك. ايه مشكله العين ده؟ طبعا هيبقى سيمتوماتيك اوقات بيحس بالبيتيشن اوقات بيحس
بدز نس وسنكوب اب تو سنكوب ويقع في الارض لو حد كبير في سنه قريب يقع في الارض. ايه المشكله الثانيه؟ انك لو لو شفته في مرحله الرابد اي اف هتقول له ايه؟ رابد اي اف مش هنعمل له مش لازم كارديو فيرجن يا جماعه مثلا، تعال نديله اورال انتي كواجليشن عشان شاس باسكورت او عالي وريك كنترول. انت غلطان في حاجه كده؟ انا مش غلطان، ريك كنترول انتي كواجليشن ونعمل لك ايكو بقى ونعمل لك سي بي سي وثايرويد بروفايل. انا ماشي مظبوط جدا يعني، انا جدتي لما جالها اف مثلا ما عملتلهاش كارديو فيرجن، ما كانتش حاسه خلاص كده كده هتاخد انتي كواجليشن حتى لو عملت لها كارديو فيرجن وهي مش حاسه بحاجه ولايف وعايشه حياتها طبيعي خلاص. يبقى بس اهم حاجه نقلل الريسك اوف ستروك، انتي كواجليشن وريك كنترول. تمام. النقطه في حاجه بقى، ده لو اديته بيتا بلوكر او اديته كاتشام بلوك هيحصل له ايه؟ هو بيهز راسه، هو اكيد شاف الموقف ده، هيحصل ايه؟ تلاقي العين جالك بعديها ب 3 4 ايام مثلا او باسبوع داخلك الاسبوع بهارت بلوك، داخل لك ببرادي كارديا حبس ضمني من جرعه كونكور 2.5. ايه اللي حصل؟ لا هو كان تاكي برادي سندروم بس انت ما شفتوش في مرحله البرادي كارديا، او قررنا الكارديوفيرت وخدنا الاحتياطات بتاعتنا مثلا تي كان اكتر من 48 ساعه او في الاغلب هو مش متاكد، اغلبيه الناس دول كبار في السن، تاكي برادي ده مش عين يانج، كبار في السن. تمام. طبعا ليها اكسبشن عشان ما تقولش هو استحاله تحصل في يانج، بتحصل في يانج في حالات استثنائيه، مش هنتكلم عن دلوقتي عشان ما نعقدش، حالات كونجينتال انوماليز يعني انا شفتها مره في طفل كبير في السن مش فاكر. طب يلا يا بابا هنعمل لك منظار وكارديوفيرجن، يلا نكارديوفيرت، تيجي تدي الدي سي شوك تلاقي هرس ودم نايل عن نازل البريد بيز لاين. ايه اللي جرى؟ هو عنده ساينسوس فانكشن، فلما اختفت الاي اف الاس ان او ضعيفه، فلقيت العين رجع على ساينس سيرم طبيعي، لا ده رجع على ساينس برادي، رجع على بقى الاس ما ضربتش من اساسه ففضل بوز، ولقيت مره واحده سكيب جانكشن ريزم اللي هو كومبلكس ما فيش قبلها بي ويف. الراجل ده شكله كان تاكي برادي واحنا مش عارفين. ماشي. فالتاكي برادي للاسف من المشاكل من الامراض الرخمه، ان انت مش شرط تكون شفت الهولتر كده حلو زي ده، انا لقطت في مرحله معينه. عشان كده بقول لكم دايما ما تديش دي شوك يا جماعه غير في مونيتورد بليس، ادي شوك غير في كراش كار جنبي معايا اتروبين معايا دين حاجات اللي انا لو احتجتها وقلما انا احتاجها ابقى جاهز. ما ينفعش عندي كارديو فيرجن في اسم قلب رجال، او على الاقل لو فرضنا خلاص انا ليميتد بليس خلاص اجيب الاكويبمنت بتاعتي، هاتولي كراش كار، هاتولي كراش كار من المتوسطه ونقعد بكراش كار ومعايا حد نايب اكبر مني عشان لو حصل حاجه مش انا اللي ادايس العين لوحدي، ومعايا تمريض ان شاء الله ممرضه واحده واقفه عشان لو حصل حاجه تبقى جاهز، الكانيولا سليمه ما نجيش وقتها يلا دي اتروبين الكانيولا اوت يا دكتور في البيت كده ركب كانيولا بقى واحنا شغالين سي بي ار عذاب. التمريض بيعرفه ساعات بس محتاج ممرضه شاطره قوي انها تعرف تركب كانيولا، انا نفسي ما اعرفش انا اركب كانيولا والعيان مش عارف يسيبها، محتاجه ممرضه متمرسه بقى بتعرف تشتغل كانيولات. التمريض طبعا اشطر منها في الكانيولات متفقين طبعا يعني اكيد يعني مما لا شك فيه ان هم اشطر منها في الكانيولات، بس انت لازم تعرف تركب كانيولا، بس هم بيبقوا يعني ده شغلها اللي طول النهار بتعمله. اوكي. فده نقطه تاكي برادي سندروم. اهو بص المنظر هنا دخل في اي اف وهنا ساينس برادي، فده نقطه تاكي برادي سندروم. وفي الاغلب العيان ده هيحتاج لو هو سيمتوماتيك هيحتاج بيسنج، لانك مش هتقدر تدي ري كنترول الاي اف ومش هتقدر ان انت لما بتكارديفيرت بتاع مشكله بتبقى المشكله دي، فاحتاج بيسنج. مش هحتاج بيسنج عشان اديله ميديكيشن زي ما كان يقول لك ايه هعمله بيس ميكر كيلو سيكر عشان اقدر اديله بيتا بلوكر، لا هو مش ده السبب، انا بديله عشان هو سيمتوماتيك من الساينس بوز او البريدي كارديا اللي بتحصل. ندخل في الاي في نودال بلوكس. طبعا عارفين انواع البلوك مش هنحتاج نتكلم عنها، فيرست ديجري يعني بي ار اكتر من 200 ملي سكند تمام فيكسد، موبس تايب 1 سكند ديجري اي في بلوك وموبس تايب 1 او وينكي باك. هو طبعا احنا كلنا بنقول عليها في مصر ايه وينكي باخ، طبعا لو سافرت بره تقول لهم انكي بخ هيبصوا لك كده بقرف كده اللي هم عندهم حرف الخاء مش موجود في الانجليزي، رغم ان الالمان بيقولوا خ والهولنديين بيقولوا خ والاسبانيين حتى عندهم حرف الخاء، بس الانجليزي ما تقول انكي بخ. انا مره لما كنت في انجلترا بقول لهم كده وانكي بخ فينومينال، لقيت كل انكي بخ يعني هم الخاء دي بالنسبه لهم بتبقى غريب، فانت سامع وانكي بخ فينومينال. انت بره هنا في مصر قلنا وانكي بخ مش مشكله احنا حافظين كلمه وانكي بخ ما بينهم. اللي هو عباره عن جرادوال برولونجيشن للبي ار لغايه ما يحصل نان كوندكتيف بي، وتلاقي دايما في حاجه اسمها ايه كلاسترنج كده، ان البيهات الكومبلكس مع بعض مين كلاستر بي ويف بي ار بي ار بي ار بي ار وقعت، وبعدين يحصل شورتنينج تاني بي ار بي ار بي ار بي ار بي ار تقع. طبعا كان ممكن يحصل دروب عند الفورد سبيد عند الثيرد بيت، ممكن تحصل عند السكند بيت. موبيس تايب 2 لا في فيكسد بلوك 2 تو 1 بلوك او 3 تو 1 بلوك، ودايما احنا متفقين 2 تو 1 بلوك لما بتشوفها بيجي ما تقولش موبيس تايب 2، ممكن تبقى موبيس تايب 2 ممكن تبقى موبس تايب 1 ممكن تبقى وينك باك والسكند بيت هي اللي بتقع. عشان كده لما تشوف 2 تو 1 تقول ايه تلاقي نفسك يقول لك 2 تو 1 بلوك، قصدك موبس تايب 2 يا فلان؟ لا ما قلتش موبس تايب 2 قلت 2 تو 1، ليه ما تقول موبس تايب 2 خلاص؟ لا ما هو ممكن يبقى موبس تايب 1 ممكن يبقى موبس تايب 2. فنقعد نستغربها واحنا نواب جونيورز، بعد كده فهمناها يعني ان هو الوينك باك ممكن يحصل الحته دي. طب بصي اقول لك حاجه هقولها في الاخر عشان بس النقطه ان انا هيجوا يطردونا دلوقتي من القاعه، هقولها لك في الاخر خليكي بس فاكراها ان 2 تو 1 بلوك لوحده كده، لكن لو 3 تو 1 من كل 3 بيوف واحده بس بتعدي لا شور موبس تايب 2. موبس تايب 1 دايما بتبقى البلوك عند الليفل بتاع الاي في نود او سوبرا هيسيان، موبس تايب 2 في الاغلب بيبقى البلوك تحت انفرا هيسيان
تمام؟ عشان كده تلاقي دايما موب ستاتو في الاغلب الكومبلكس بقى وايد، لان البيسنج بتاع الهارت بقى جاي من تحت في الفنتركل. ثيرد ديجري طبعا كومبليت اي في ديسوسيشن، تلاقي في الاغلب الاتريال ريت اعلى من فينتريكولر ريت. ده الايفي نودال بلوكس. اس جي ده رايكم في ايه؟ توتوان ممكن طبعا حقك انك تقول توتوان، بس في حاجه غريبه، لو قلت توتوان يبقى لازم قبل كل كومبلكس يبقى فيه بي ويف بفيكسد بي ار انترفل. بص البي ويف هنا مثلا جايه قبل، هنا جايه قبلها بحاجه اطول، هنا جايب اطول، هنا جايب اطول، هنا البي ويف جايه راكبه على كومبلكس. شايفين الويف دي جايه بيرد انسايد ذا كومبلكس، هنا بيرد انسايد ذا كومبلكس. ايه ده؟ لا ده مش 2 to 1، 2 to 1 لازم تبقى البي جايه مسافه ثابته قبل كومبلكس كل كومبلكس، وفي قبلها بي اختها ما عدتش، او اتنين بي اخواتها ما عدوش لو 3 to 1 مثلا. فده لا ده كومبليت ديسوسيشن، البي مره جايه تيجي قبل، مره تيجي بعد، مره تيجي راكبه على الكومبلكس. ده ديسوسيشن. الاتريم مع نفسه شغال بالاس اي نود، والفنتركل شغال بسكيب ريذم. سكيب ريذم ده ممكن يكون من الاي في نود نفسها هي اللي بتضربه، او ده اسمه سكيب جانكشن ريذم، او من الفنتركل بنسميه سكيب اي جي فنتركلر ريذم. فده كومبليت هارت بلوك. ده برضو مازه كومبليت هارت بلوك، بس بص بقى الاتر ريت عالي جدا. بص بقى هنا اهو ده اللي انا قصدي عليه. هنا مثلا البي جايه لازقه في الكومبلكس، هنا هي الاي جي كواليتي مش حلوه قوي، هنا البي جايه قبل الكومبلكس حاجه شويه، هنا جايب مسافه اطول، هنا مسافه اطول، فالبي جايه اطول من قبل الكومبلكس في فتره ايه اطول شويه. ما جم خلاص وصلوا، ما احنا خلاص بنخلص. ايه رايك في الاي جي ده؟ حد يكومنت عليها؟ كومنت عليها عبد الله. الريثم ايه رايك فيه؟ ماشي. لا ما انا مش بقولك عشان تقول لي ريجولر بس، يعني نوع الريثم بقى ايه؟ ما انت مش هتقول ريجولر وتسكت، هتقول نوع ريجولر ونوع الريثم ده انت شايفه ايه؟ يعني ساينس ريثم ولا حاجه تانية مش ساينس؟ بس في ايه بقى غير بي ويف؟ في ايه؟ ديسوسيشن، كومبليت ديسوسيشن. مره البي تيجي قبل الكومبلكس، مره هبص هنا جايه بعد الكومبلكس، هنا جايه بارت كومبلكس بارت، هنا جايه قبل الكومبلكس، هنا جايه قبلها بس مسافه اقصر، هنا جايه لازقه في الكومبلكس، هنا جايه بعد الكومبلكس. ايه ده؟ الديسوسيشن ده ثيرد ديجري في بلوك. بس خبره بتفرق، ده عامل الخبره اللي هو قال عليها بقى. هارت بلوك لو سمحت ما تنساش تبص على الانفيريور ليد، لان دي ممكن تمشي مش دي، لان عندك انت هتعمل ايه في الاغلب؟ كتر خيري هارت بلوك وفخور بنفسك جدا، ركبت له واير وفضلت سايبه عشان ركب بيرمنت بيسميك، وانت مش واخد بالك ان العين ده انفيريور ستيمي وهي اللي عامله لك الهارت بلوك، والعين ده كان حله يطلع برايمري ونفتح الرايت كرونري، والهارت بلوك دي هتختفي لما تفتح الار سي اي، والعين يقعد يوم يومين، مش يفضل قاعد لك مرمي في الانترميديت كير لغايه ما نعرف نجيب له ايه، نركب له بيرمنت بيسميكر. هو مش محتاج بيرمنت بيسميكر، ويطلع عيش حياته كلها بجهاز بقى ومولها وكل البريكوشنز بتاعتها. ليه؟ ده انفيريور ستيمي. حصل كتير. فلو سمحتوا يعني حاسس كتير ان حد يبقى في هارت بلوك في وقت بالليل متاخر ما خدش باله، فافتكروا دايما التيك هوم مسج دي، ان هارت بلوك اتاكد مش انفي. بص هنا السي اليفيشن ليد 2 ليد 3 باينه قوي، وبص كمان حاجه ثانيه ريسيبروكال ديبريشن بعد في ال يا جماعه، ده انفيريور ستيمي كومبليكيتد بي هارت بلوك. ايه المنظر ده؟ جو خلاص دكتور عمرو عادل اللاب. دكتور عمرو هناك، لو حد منتظر العرض بتاعت البرزنتيشن هم هيشتغلوا في المسح الذري. يعني العرض هناك؟ دكتور عمرو هناك. هم موجودين هنا؟ لو قلنا مش هينفع عشان يروحوا المسح الذري؟ لا طب خليهم يجوا. انت لسه خلاص؟ لا خلاص. طب خلاص انا خلاص اقول لهم، خلاص الله يسلمك انا خلاص خلاص. الاس جي ده يا جماعه ده رايكم فيه ايه؟ لما الاقي عيان عنده اتريال فيبريليشن، انا مش شايف بيرزيستنت بي ويف وشايف فيبريلاتري ويفز، ولكن الريت بقى ريجولر وسلو، افتكروا ده من كده. الاي اف اول ما يبقى ريجولر استحاله يكون الاي اف ده سليم، ده عنده ده داخل في هارت بلوك، سواء بقى ياتروجينيك نتيجه انك افتريت عليه في الادويه، او حاجه برايمري لوحده جاله هارت بلوك لوحده. تقول ساعتها تقول ايه؟ في بريلاتري ويفز مع ريجولر اند سلو ريت يبقى اي اف مع كومبليت هارت بلوك، ده يركب واير على طول، محتاج يركب واير. ونفكر بقى محتاج بيرمننت ولا لا، على حسب هي ريفرسبل زي الياتروجينيك ولا الريفرسبل. تاكي برادي لا ما يحصلش الاثنين مع بعض قوي كده صراحه، ده في الاغلب اي اف، وفي الاغلب افتريت عليه في الادويه، اغلبته بيبقوا افتريت عليهم في الادويه. دي جوكسن توكسيسيتي مثلا. البص لو بصيت على فيو، بص على فيو 1 كده هتلاقي الويفز هنا ايه؟ ويفي كده انديوليتنج كده. تمام؟ فاي اف ويز كومبليت هارت بلوك ده يكون ايه؟ لازم تفكر ان هو ده انا داخل في هارت بلوك، لان ده اي اف، لان هو ايه؟ يبقى الاي اف اول، افتكر كان يتقال لي وانا نايم جوني، الاي اف اول ما يبقى ريجولر يبقى داخل في كومبليت هارت بلوك. هما جايين هنا؟ طب خلاص اوكي.
ده نفس الكلام اي اف او جي. هنا برضو المنظر لو لقيت ده مفيش فيهات خالص ومفيش فيبريلاتري ويف يبقى ده سكيب جانكشن ريذم. سكيب جانكشن ريذم مفيش فيبريلاتري ويفز ومفيش بي ويفز يبقى ده اسمه سكيب جانكشن ريذم اللي هو الاس نوت ما بتضربش والبيسنج بقى طالع من الاي في نوتس تمام ابسنس اوف بي ويف ولا فيبريلاتري ويف ده اللي هو الجانكشن ريذم. انا خلاص بخلص يا احمد اهو اتفق عليه ادخل خلاص انا بخلص تمام. لو لقيت ان منظر الاي اف السلو بس ستيل الريجولر يبقى ده مش هارت بلوك ده اي اف وذ سلو فينتريكولار ريت ده برضو ده في الاغلب بيبقى هيتروجينيك بقى مش نتيجه حاجه ديجنريتيف في الاي في نوتس. اوكي لو لقيت ان مفيش بيهات خالص وريجولر بس الكومبلكس بقت وايد دي اسمها سكيب ايديو فينتريكولار ريذم ودي اخطر لان دي سهل قوي تدخل في اسيستري لان هنا الفوكس بقت ايه تحت الاي في نوتس للاسف دي اسمها سكيب ايديو فينتريكولار ريذم وده لو شفته في عين هارت بلوك تخاف منه قوي. اوكي معلش انا عارف ان انا بجري بتحصل مع هارت بلوك ده سكيب ريذم وممكن تحصل لوحدها من غير هارت بلوك خلاص. تعالى يا دكتور وليد اتفضل تمام. المنظر ده لو لقيت نفس الايديو فينتريكولار ريذم ولكن الريت دكتور وليد اتفضل خلاص انا بخلص لقيت نفس الوايد كومبلكس ده اللي هو منظر الايديو فينتريكولار ريذم ولكن الريت مش برادي الريت مثلا من 60 ل 70 مثلا او لغايه 100 ده بقول عليه حاجه اسمها اكسلريتد ايديو فينتريكولار ريذم. لو تلاقوا كده هي كومبلكس وايد ومفيش بيهات بس الريت مش بطيء قوي الريت 60 ده بقول عليه اكسلريتد اللي هو بسميه الايفر accelerated ايديو فينتريكولار ريذم. ده مش هيحصل لوحده ده في الاغلب بيحصل في سيتنج ريبرفيوجن لام اي عيان ريبرفيوجن لام اي وقت ريبرفيوجن ممكن يدخل في الايفر ده بيناين ريذم ما فيهوش اي مشكله. الاسكيب اللي هو كان برادي لا ده يخوفني لان الاسكيب ايديو فينتريكولار ريذم ده ريزم انستابل وممكن ريجنريت انتو برادي اسيستولي. طبعا الحالات دي كلها هحتاج تمبري بيس ميكر. رجاء ما تنسوش في عيانين الاسكيب ريذم سواء جانكشن اسكيب ايديو فينتريكولار هارت بلوك ما تنساش حاجه غير انك تسال على الادويه وغير الانفيرير ستيمي في حاجه ثالثه لازم اسال عليها رينال فيلير الهايبركالينيا ممكن تعمل لك هارت بلوك ممكن تعمل لك اسكيب ريذم تقعد بقى انت تشتغل مع العيان وركب له واير وننسى ان العيان ده هايبركاليميك عشان دخل في اكيوت كيدني انجري ومحتاج يغسل مش قصه بس ايه تركيب واير. فالتمبري بيس ميكر هحتاجه كده تمبري لغايه ما ناخد قرار على بيرمننت بيسنج ولا لا دي حاجه ريفرسبل وهتتصلح سواء بقى هركبها فيمورال هركبها جاجلر. اخر حاجه هل اقدر ادي اتروبين لعيان عنده سكند او ثيرد ديجري في بلوك صح ولا غلط؟ لو موبس تايب 1 اديته اتروبين انا هضطر اجاوب انا عشان بس ايه دكتور وليد دكتور عمرو عادل ثاني. لو موبس تايب 1 واديته اتروبين هيحصل ايه؟ ماشي الهارت ريت هيزيد شويه معاك. لو كومبليت هارت بلوك اديته اتروبين هو هيزود لك الايتريت والفنتريك هيفضل زي ما الايفي نود ما بتعديش. لو ده موبس تايب 2 بارادوكسيكال ديكريز في الهارت ريت لو موبس تايب 2 يعني 2 تو 1 2 تو 1 ممكن تبقى 1 1 او 2 لو طلعت 2 هتلاقي يحصل بارادوكسيكال ديكريز في الهارت ريت. طبعا ما حدش يقول ايه معنى كده ان 2 تو 1 اديله اتروبين عشان افرق لا طبعا ما تعملش كده. انا مش هموته عشان افرق لو ايه ده نزل بسلاين طلعت موبس تايب 2 هو هيركب واير ركب له واير وخلاص. ليه؟ لسبب بسيط ان عينين اللي هم الموبس تايب 2 تمام انت لما بتدي له اتروبين بيحصل ايه العيان دوت الاتروبين هيزود لك الاتريال ريت ماشي. فالاي في نود لما تلاقي الاتريال ريت زاد تتصرف ازاي الاي في نود تزود لك الباترن فلو بدل ما 2 تو 1 تخليها لك 3 تو 1 فتلاقي الفنتريكولار ريت بدل ما زاد بالاتروبين الفنتريكولار ريت قل. يعني لان هو فيكسد الاي في نود في عندها فيكسد باترن اوف كوندكشن الثانيه كانت بتوصل 1 تو 1 في الموبس تايب 1 وفي الفيرست ديجري الهارت بوك هي ما بتوصلش من اساسه فمش هتستجيب للاتروبين من اساسه لكن في موبس هي بتوصل 2 تو 1 لما بتلاقي الاتريت بيزيد بتعمل ديكريمنتال كوندكشن. فتلاقي مثلا بيش عنده 2 تو 1 الاتريت 80 وبنعدي نصه 40 انت اديته اتروبين حضرتك خليت الاتريت بقى 90 راحت الايفي نودن ردا على حضرتك قلت لك طب والله انا هوصل 3 تو 1 مش 2 تو 1 وده بيحصل الهارت ريت نزل 30 يبقى انت اللي عندك اتاذى بالاتروبين ولا استفاد بالاتروبين اللي عندك اتاذى. فلو سمحتوا ما تدوش اتروبين في الحالات دي. طبعا الانترفنتريكولار كوندكشن ديستربنس انتوا عارفينها الليفت باندل واتفقنا ان هي وايد الليفت باندل ورايت باندل مش مجرد ديوريشن ده مورفولوجي تمام. ليفت باندل رايت باندل ده مورفولوجي هضطر بس اعديها بسرعه ده برضو منظر كلاسيك بتاع رايت باندل اللي هو الار اس ار داش. ولو سمحتوا افرق الليفت باندل على الانترفنتريكولار كوندكشن ديلي ازاي؟ ليفت باندل لازم يبقى فيه ديسابيرنس اوف انيشال كيو في 1 اي في ال لان السبتال دي بولاريزيشن بدل بقى ماشي ليفت تو رايت بقى ماشي رايت تو ليفت فما ينفعش الاقي كيو في 1 اي في ال وفي كيو اللي هو كومبلكس وايد ده انترفنتريكولار كوندكشن ديلي. بيفرق معانا في ايه؟ بيفرق في قصه السي ار تي مش دلوقتي مش هنتكلم فيها دلوقتي. لو لقيت ان الاكسس معكوس ان الانتيريورلي واحد وفيل هما البوزيتيف والانفيرو بوزيتيف والانفيرو نيجاتيف ده بنقول عليه حاجه اسمها ليفت انتيريور هيمي بلوك اللي هي الفاسيكل انتيريور فاسيكل اللي اتضربت. لو العكس بقول دي ليفت بوستيريور هيمي بلوك. لو لقيت ان عندي رايت باندل برانش بلوك مع هيمي بلوك في الاغلب هيكون انتيريور تمام يبقى ده من اهميه حاجه اسمها باي فاسيكلر بلوك اللي هي رايت باندل اتضربت وواحده من الفاسيكل اتضربت فتلاقي رايت باندل
ومثلا هنا انتيرور هيمي بلوك، يبقى خلاص ده عنده باي فاسيكولار بلوك. تمام، نفس المنظر هنا. لو لقيت معاها فيرست ديجري اي في بلوك كمان بنقول عليها تراي فاسيكولار، ولو انا زي ما كنا بنقول في الكونفرنس ان في اختلاف على الديفينيشن بتاع تراي فاسيكولار. في ناس تقول لك رايت باندل مع هيمي بلوك سواء انتيرور او بوستيرور مع فيرست ديجري، في ناس تقول لك لا ده ما اسموش تراي فاسيكولار. تراي فاسيكولار يعني ما فيش اصلا خالص اي حاجه بتعدي، المفروض تلاقي اي في ديسوسيشن. في ناس تقول لك لا احنا مش لازم يكون في اي في ديسوسيشن، ممكن يكون الفيرست ديجري دي مش مشكله اي في نود، دي مشكله ان اللاست ريميننج فاسيكل بقت بطيئه بس لسه ما اتقطعتش. كونتروفيرسي ملوش اي لازمه، في الاخر مش هنوصل لحاجه. كنا بنقول ان نايب وكونتروفيرسي ده شغال لغايه دلوقتي، تلاقي بيبرز بتتكلم عن كده بيبرز بتتكلم عن كده. خلينا ماشيين بالديفينيشن اللي هو رايت باي فاسيكلر مع فيرست ديجري او رايت تراي فاسيكلر بلوك. الخلاصه في الاخر ده هو منظره، شوف عنده دخل في اي في ديسوسيشن بس البيز لاين بتاعه كان تراي فاسيكلر بلوك. الخلاصه في الاخر هيفرق معايا باي فاسيكلر او تراي فاسيكلر وانا في الاستقبال؟ مش هيفرق في الاستقبال الا لو كان بيدخل في الدوكيومنتد انترميتنت موبس تايب 2 او ثيرد ديجري، ساعتها اقول اه لا ده في خازوق. لكن ان جنرال باي وتراي فاسيكلر في عيان جاي لي كويس ما فيهوش حاجه، مش معناه ان اللي عنده انهار اسود تعالى احجزه واركب له واير، لا اركب له واير لو دخل في موبس تايب 2 او ثيرد ديجري. اه لان باي فاسيكلر وتراي فاسيكلر مشكلتهم انه ساعات بيدخلوا في انترميتنت اي في بلوك، دي مشكله الباي والتراي. يبقى احنا كده عرفنا النهارده هاو تو ريكوجنايز ايتش تايب اوف اريزميس في الاي ار، ازاي تو ريسك ستراتيفاي ايتش تايب، ازاي استارت الابروبريت تريتمنت اكورد تايم اوف اريزميا. ما ننساش لو سمحتوا في البريدي قبل ما تقول يلا نركب واير، فكر في ثلاث حاجات، فكر في الدرجز اللي العيان بياخدها، فكر في انفيريور ستيمي بالذات في عيان كومبليت هارت بلوك، فكر في الهايبركاليميا بتاعه الرينال فيلير. دول الثلاثه ريفرسبل كوز اللي ما ينفعش ما تفكرش فيهم وانت في الاستقبال. شكرا جزيلا ليكم. طيب على اليوتيوب؟ لا مش على اليوتيوب، باور بوينت.